FM. الكل مليك. راديو كاب اف ام الاقرب والامتع والاجمل والاجمل بالطبيعه. انا معكم عبد الرزاق الشابي، عبد الجليل هيثم عبير باش يرافقوكم من الان الى الساعه 5 مساء. برشا اركان، برشا مواضيع، برشا مفاجات ان شاء الله من خلال ضيوفنا. وباش نبداو بعد شويه، اقعدوا معانا ما تغيروش اذاعه كاب اف ام، لانه فما ضيف باش نسمعوه مع بعضنا شويه اخر بالكل. يلا عبد الجليل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا سيد عبد الرزاق. شو البارح بالتمريض عبد الجليل؟ خذوني بعين، تعرف انت انا رشيق وسيم برشا، دونك جماعه غاروا مني خذوني بعين، راسك لبيت في السبيطار. انت في السبيطار ان شاء الله لاباس. احتراز على لا انا عندي احتراز على شنو؟ ان شاء الله لاباس، مش خاطر الوسيمه نتاعي. الوسيمه نتاعك فما شكون ان شاء الله في راسك بجاه العواشر. يلا ميكرو اتاك. مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحب برشا 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 حيويه وبرشا كوراج اليوم، لانه الميسيون تاع اليوم مش تكون عاديه، لانه كما قال عبد الرزاق فما ضيف مهم كبير برشا باش نحكيو عليه من بعد. شكون معنا بالتليفون؟ هو ماشي للبرتغال اكيد، عرفتوا على شكون نحكي. نبيل معلول شكون معنا بالتليفون، واكيد باش نكونوا كلنا ورا المنتخب الوطني التونسي في الزوز مباريات وديه هذوما قبل ما يرجعنا لتونس. ايضا الحدث في نهايه الاسبوع هذا، صحيح مباراه المنتخب الوطني التونسي يوم الاثنين، لكن نهار الاحد باش نعرفوا شكون الرئيس الجديد بالنسبه الفريق من اعرق الانديه في تونس، النادي الافريقي. دونك باش يكونوا بحذانا خليل محجوب الممثل على قائمه عبد السلام اليونسي، وعلي علول وقت اللي كان جاي صار طار، لكن باش يكون معنا بالتليفون حتى نحكيو على الزوز قوائم. الزوز قوائم كما قلنا عبد السلام اليونسي، والقائمه الثانيه المروان حمودي الرئيس الحالي بالنسبه للنادي الافريقي. دونك نهار الاحد في الليل نعرفوا شكون باش يكون رئيس النادي الافريقي. بيان سور برشا اي اكيد روسيا ان شاء الله. أنا ضيوفنا ضيوفنا في الرياضه، واكيد عندنا برشا باغضوا على روسيا. باغضوا على روسيا، مش عكب دومون كلام جميلات تاع روسيا. انا عندي جميله في الدار ديجا، ما نستحق الجميلات روسيا. عندي جميل في الدار. عندك جميل بوكا بابا بيان سور. كان على بوها عبير، حاش تحس تحب راي عبير والله. على خويا دزنا لعبد الحليم تو خير. لا 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 خليها تعمل شويه امشي. فما حدا ساعه نسلم على الناس يسمعوا فينا الكل على كابا فيم، وان شاء الله يا ربي باش نعدي شويه مزينه من بعضنا. ما انا عندي حدث كبير اللي هو عيد ميلاد بابا اليوم. جوايوز انيفرسير. شو اسمه بايك؟ يوسف. نحبه اسمه برشا يوسف. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير سي يوسف، وان شاء الله 100 سنه وانت عملت غلطه في حياتك جبت واحده كيما هذايا، اما مثال شاو على الاقل. امين رب العالمين. انا جاوبتك في بلاستو. الراديو الاقرب والامتع والاجمل كاب اف ام، تسمعونا وتواصلوا معنا على الرقم 72 279 188، هذا رقم الهاتف. الفريكونس 91.5 95.2 2 105.6. يلا افتكرني ركن القار مرة واحدة. يز مرة واحدة يز الأغنية متعلم عبد الحليم زي الهوى. 15 دقيقة على الراديو الأقرب والأمتع والأجمل، راديو كابا فيم. يلا كلام الزين المرة الأخرى، حكينا على ثلاثة مواضيع حلوين الحقيقة. اليوم أيضا حضرنا لكم ثلاثة مواضيع حكيوا عليهم التوانسة، يعني حديث البارح نلقاوه في كلام الزين. نمشي مع قلقل عبد الجليل. قلقل هيك الكلام الزين. نمشي مع عبد الجليل. يلا أنا باش نحكي على التورته نتاع الأشهار اللي تويكا تزيد لعاب عديد المؤسسات الإعلامية. دونك احنا قبل الثورة ندورو في بيدجي تقول انت ما بين 180 و 200 مليار نتاع اشهار، يعني 180 ولا 200 مليار هذوما تمس الاذاعات والتلافز والجرائد الورقيه والالكترونيه وربما حتى لي بانو والكيران صفر والمتروات. بعد الثوره بفعل الازمه الاقتصاديه تحت الكوتا نتاع الاشهار الى مبلغ تقريبا 75 مليار. علم وانه قبل الثوره كان عندنا تقريبا يعني اذاعيين وتلفزيين ثلاث او اربع مؤسسات فقط، عندنا يعني تعد على الاسابع. اليوم اكثر، اليوم عندنا 14 تلفزه وعندنا 31 اذاعه.
باختلاف يعني بخلاف زوز ولا ثلاث زوز تلافز غير المرخص لهم، وتقريبا حكايه 6 ولا 7 اذاعات ايضا غير مرخص لها، مع يعني تكاثر الجرائد الالكترونيه وتقلص الجرائد الورقيه بفعل الازمه اللي نعرفوها وسقوط الدينار وما الى ذلك. دونك في رمضان تتحط تقريبا نسبه 75% من الاشهار هذا يتحط في رمضان، من 75 مليار يعني نحكيو عليها الميسره الكبيره الميسره في رمضان. يقعدوش 25% على مدار السنه، ال 25% تتحط منهم 75% على السبور، 75 على السبور. دونك بيه احنا توا يعني ازمه كبيره، تكاثر نتاع مؤسسات اعلاميه وتقلص نتاع منسوب الاشهار. قبل عندنا كوتا معينه مع عدد يعني محدود نتاع مؤسسات اعلاميه، لكن يقولوا السنه الاشهار في رمضان اكثر من عام ناوي، رغم انه فما كوب دو موند جاي والناس الكل تخمم في الاشهار. انا حبيت نشوف الارقام اللي جابهم عبد الجليل منين 75% على السبور. هذوما كل شركات صبر الاراء ديما تخدم على الرقم هذاك. الشركات الكل. سؤال الجواب نتاعو سهل برشا، كان السبور فيه فلوس سامي الفهري ما يخليش السبور. خنجيك. ما ينجحش. ما يخليش السبور ما. خنجيك. خنجيك اخزر لي. كان جا السبور فيه فلوس حنا بعد ما نعطيوش ونتعاملوا الشامبيون نتاعنا للتاسعه. تحت كل تحت. انا قلت لك كلها تحت، خليت على سبور نفس الشيء ما فيش فلوس كلها تحت. اخذر لي انا وقت اللي قلت 180 200 مليار وقتها 75% منهم تقريبا في حدود تقول انت 25 مليار يمشي للسبور، البرامج الرياضيه والسبور. لا قلت 80%. هي لا يعني لا افهمني ركز معي. هاني معاك. قلت 75% من البيدجي نتاع الببليستي تتحط في رمضان. هاي يقعدوش 25%. هاي 75% من 25% يتحطوا على السبور. غلط. لا عاد لا كاد لك انا قلت لك انا الارقام ما عادش تقول بعد كل علاش هاني عطيتك انت هاني عطيتك احنا انت يا هيثم المنطق سبور فيوش لحد الرياضي بتمه وتميمه يعمل سبوت ولا دو صحيح. الماتش وين؟ ماتش كلوب اسبيرونس ديربي تونس كامله تفرج فيه في تونس وخارج ارض الوطن، يعمل ثلاثه اربع سبوتات كان به. انا نعطيك انا كونتر بارتي السنادق بار اكزومبل والا قطوس ترماد في 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 نسمه تلقاه ملي يبدا سبوتات. توا انا نحكي في تسلسل تاريخي راهو الحكايه تقلبت كومبليتمون. نعطيك في واقع انا نعطيك في واقع ما قبل الثوره وتو نعطيك في الارقام كيفاش ولات. هاني قلت لك ما عندش كل الارقام هذيك. هذه ما عند كل شركات صبر الاراء. كيف عمر ما يتفقوا ساعه شركات الاراء؟ راهو الاختلاف بسيط راهو. دونك انا الارقام هذيك ما انت كي تشكك اعطيني ارقام. كيفاش؟ باش تحكي لي بالمنطق. اعطيك وقائع. اعطيك وقائع. نكملك لحد رياضي وقت اللي كان يعمل في 4 ملايين مشاهد قداش كان يدخل سبور فلوس؟ بالمكشوف اش كان يعمل؟ بالمكشوف التو استنى استنى بالمكشوف الاول هو تو في تونس. نعم نعم استنى استنى تعرف قداش نعملوا في فلوس؟ كان ما نقولكش خي. ما عملش 50 60 مليون في ليميسيون؟ لا شنو هو؟ كيف فات لك انت كان تخت عليهم في شهر يجي خذ اللي تحب خلوا في ايميسيون. باهي دونك دونك انت راك قاعد تاكد في كلامي بطريقه او باخرى. علاش علاش الشيء هذا؟ لا لا هذه كان 14 تلفزه واحد. لا الحكايه انه توا في رمضان وصلنا للحظه هذه ونعرفوا انه الميسره في رمضان شنو صار؟ ولات كل المؤسسات الاعلاميه تحاول تحصيل يعني الاشهار بصيغه او باخرى وبطريقه او باخرى. اللي استرعى انتباهي في اطار هالتناطح اللي صاير ما بين قناه التاسعه وما بين الحوار التونسي او تحديدا ما بين مسلسل الشورب وما بين مسلسل تاج الحاضره، ثم فنانين وفنانات انا متاكد 10,000% انهم ما شافوش تاج الحاضره. يشكروا في تاج الحاضرة هذا أفضل عمل وتسيترا وهما يعني مواقفهم انتباعية ما هيش احترافية. وفي الآن نفسه تقول أنت يستهدفوا في علي شورب باركونتر نسبة المشاهدة متاع علي شورب هي الدوبل متاع تاج الحاضرة. وحاجة أخرى ما تقارنش هاته بتلك، ما همش في نفس التوقيت، كل واحد عنده توجه وأموره. أنا شحب نقول أنه ثم وبالخص فنانات اعتقد انه تزلفا وتقربا من الحوار التونسي قاعدين يعملوا في هذه التدوينات الفيسبوكيه لا اكثر ولا اقل. دونك ربما لتوجيه الراي العام ولا للتعبير على تضامنها مع 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 الحوار التونسي. انا يعني تحس الحكايه ماهيش بريئه. فما حاجه مهمه ما نجموش ننكروا للحوار التونسي قاعده تخدم طبعا قاعدة تنتج وقاعدة تشتغل وقاعدة اضخم مسلسل على مستوى التكاليف في تاريخ تونس هو هذا تاج الحاضرة في حدود 6 مليارات ومازالوا ما حسبوش باركونتر انت في بالك لحد اللحظة هذه ما تكلفش حتى مليار اقل من مليار
علي شورب في حدود 700 مليون تكلف. اي ظاهر ظاهر حتى تكلف. انت ديكور تقريبا فيكسي. يلا يلا باهي واضح واضح فكرتك واضح عبد الجليل. عبير 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 انا مالوغوزمون اليوم مش باش نحكي على حاجه بيه. عليه حاجه خايبه. حاجه خايبه بيان سور كي نقولك عد العلمي ما تنجم تقول كان حاجه خايبه. صحيح. اعوذ بالله. دونك عد العلمي اللي كل مره اللي هو رئيس حزب تونس الزيتونه معناه الاسم الحزب الزيتونه كل مره في رمضان يعمل لنا هو الزيتونه متبرئه يعني. اي الزيتونه مسكينه ما قتلك ما عندي حتى علاقه به. دونك السيد هذايا اللي البارح اقتحم مقر اذاعه شمس فايم وتسلل عنوه واعتدى على الحرس الشخصي ودخل هذا الكل على يحب على حق الرد هكا يطلبوا حق الرد. حق الرد هو طالب اي حق الرد فهدد بالانتحار ولكن سيبوه ينتحر. لا ما مش ربي فضل وربي بقى عليه ستر ربي كثر من الناس فيش غدوه يجينا حتى نحن كان لا ما عنده ما يجي انا يجيب لنا بدون ساق وغادي لا 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 نتحداه ما نتعداوش وغادي نتحداه يحط ساق وغادي استاذ ترى انا عاد العلمي وانا زيد عامر انا كان كلموني البارح الاولاد في الزيتونه خلي الاميسيون نمشي وانا نتصرف في شمس شمس فين خروب عبد الجليل شورب عبد الجليل شورب. دونك هدد بالانتحار وقال انه خاطر كان فما ضيف اللي هو سليم شيبوب وقال انه سليم شيبوب هو سبني وهو يحب على حق ردها. باش نسمعوا ساعه الفيديو كيما صوروه الزملاء في شمس مواطن تونسي رئيس حزب ظلم القضاء متسب ليه ليه سي جي ليه ده حق ما تفتحمش لا الاداره ما حدش قابل لي اي ما تخش لا والله العظيم لا نخجل اماميت ولا بالامن اسمعني ونحترم بالامن اسمعني غير هذا شوف انا سمعتك سمعت شوف انا شفتك 10 مرات اخرهم كبير الفساد ياسين شيبوب البارح يجي يسبني عندكم انتم شوف كل اللي عارف يعني سامحني سامحني لا لا ما نخش اسمعني تعالوا من كده خلاص سامحني بعدين عايزك لا 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 خليك كده عروتها لا ما نخش من هنا مش هكا كان عندك حق لا 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 انا ضدك يجي معايا لا اخويا لا اخويا لا سليم شيبوب تسمية اعطاكم تسعتاكم في سليم شيبوب ما اعطيناك سليم سليم شيبوب انا يا ودي بلاش بلاش سليم شيبوب لا سليم عندك انت انت تعليك تدخلني رد عليه سبني عندك اسمعني وسبوني الكل الزريبي سبني عندك قداش اعطاكم سليم شيبوب نعطيكم انا اكثر هو منين فاجئتني الجو منين ساعه سليم شيبوب نعرفه عنده هو منين جاء كان يبيع خضار في المارشي جروب في سليم نعمير هذا الشخص عمناه كان شفناه يدور كرهبته على القهاوي معناها هو نصب روحه معناها باش يحاسب العبيد تفطروا ما تفطروش اليوم هيدد على وسائل الاعلام اسكو فما عبد يوقفوا عند حد وفما ما نعرفش نحن بلاد فيها سامحني شمس راه في بالكم واسع عموما ولا مصادره هي تو هذا اعتداء على ممتلكات الدوله هذا ممتلك الاعتداء راه يلزم نثبته هل فما اعتداء ولا لا كيفاش يقتحم كيفاش يقتحم اقتحام تعش معناته اقتحام هو باستعمال العنف هو تو هو اعتداء على الحارس الشخصي اللي سمعناه تو اللي نسمعوا فيه تو اللي سمعناه هو حوار بيناتهم كيفاش دخل كيفاش وصل للاستوديو وصل للاستوديو انا عنده في العساس في المسابقه كريم انت تدبر لا هو في الاستوديو ولا في الاستوديو داخل لا في الاستوديو سيرونتين هذا نسمعوا فيه سيرونتين هذاك سيرونتين سيرونتين في الميكرو اي دخل وقتها حملوا العباد قال تخدم على روحك شكون خاف سالك سي صعب ما عندهم شكون يطيشوا مسبيك لا شكون اللي يعس شكون ضربوا تم الاعتداء عليه ودخلوا بالقوه اي تم الاعتداء عليه ودخل بالقوه انتم عندكم في كابافي شكون يعس انا موجود شكون شكون هاني موجود خلي حط ساقي يلزم ليه ما مش باش يجي ما يلزم انا بيتا خاطر كل عام يحب يعمل شو يحب يعمل بس كل مره تعرض للتعنيف عم نقول في باب الخضره في مقهى مفتوح باب الخضره يعني تعرض للتعنيف شديد لانه الراجل يا اخي ما ياخذ ترخيص من عند ربي باش يشد العباد تفطروا ما تفطروش دخلك انت في الناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والسيد كان خضار دينكم ولي الدين والسيد كان خضار وكان ما نعرفش منين قال انا ما قريتش فرويد وما قريتش طلع شنو انا قراني الرسول الاعظم كيك عرفتك يحط في كلام ربي كما جاء والبارح يقول لهم في حاجه في ايه قرانيه على كل هيثم فما شعار تعمل في التلفزه البارح واليوم سيب التلفزه مش ملكك سيب التلفزه مش ملكك على وديع الجريء وديع الجريء اللي رفض صحافي باش يلتحق بالمنتخب يرافق المنتخب واعطاه اسم اخر
باش يحطوه بالتلفزه الوطنيه. هل من حق رئيس الجامعه انه يقوم بهذا التدخل والا لا؟ ما نعرفش. ما هو نعطيك حاجه، نحن حنا بعض مثلا ما رفضونا، انا غدوه باش نطلع وحدي، باش نطلع وحدي فول نورمال. با هو من حقه يقول لك طياره فول سبيسيال معناها وكل شيء يقول كذا نتاع المنتخب، اما مش من حقه يفرض على مؤسسه شكون تبعت الاسم. صارت لك مع لومير مره هيثم؟ لا لومير وقتها فرض باش ما نطلعش، اما وقتها كان فما ناس تحكم في الفيدراسيون اللي طلعت. وعلاش قال حنا بعد ما تطلعش؟ حنا قال شنو هو خاطر رحله خاصه ويحب المنتخب كونسنتري والمنتخب مركز وكل. دونك مباراة ودية قال لي كل ما يصيرش، نحن الاوبجيكتيف نحن باش نكونوا حاضرين وباش توصل تصويره المنتخب، ومنتخب راهو تاع تونس كل راهو له تاع وادي الجرير راهو تاع حتى واحد، وبالعكس هو ديما ديما بون التلفزه صارت. انا سؤالي معناتها هيثم ولا عبد الرزاق، انا عينتني التلفزه باش نمشي مع المنتخب، يجي وديع الجرير مثلا يقول عبد الرزاق لا هيثم، انا ما نعرفش هل قانونيا حق الجامعه ولا خاطر قوانين الجامعه؟ لا مش من حق، مش قانون هذا، لا هذا عمني نعاملك، مش قانون هذا، ما فيهاش قانون. ايش قانون فما مؤسسه عموميه ومؤسسه عموميه؟ عاد المدير المؤسسه استناني استناني، فيها قانون، بالعكس التعامل يكون في شفافيه. انا عاد كل مدير المؤسسه اللي رضخ، لانه المجموعه هي التلبزه هي اللي تكون معناتها فاضيه. معناتها تقول له ما رضخش مادام 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 خرج الشعار هذا. هاو بدلوا هاك قلت بدلوا، ما في باليش ما سمعتهاش. هو طلب هو طلب واحد اخر قال هذا لا، طلب واحد اخر وقال هذا لا. لا وشنو المقاييس اللي اعتمدها باش يطلب الاخر؟ يعني السيد الاخر شنو من جماعه وديع الجري؟ يبدو علاش زايد مش عامر؟ يبدو على كل تليفون هيثم شي كم هيثم تحكي لنا حكايه خد لحكيت لحكيكم انا ولا حكايه بسيطه على الاخر اليوم توا. لا ريتو يتكلم في التليفون. اي نستناو في نبيل معلول خاطر نبيل معلول الاجراءات خليته بالديوان وكل الظروف المباشره. الظروف قلت لك نحكي لك نحكي لك انا في كلام الزين. داخل قبيل البارح قلت البارح ما هزولي الكهرباء انا لهنا دونك قبيل هزولك هزولي حتى عبد الرزاق هزوله. انا شامت فيك انت وزوجك ربي يهديك يا مولاي الشقال حسن. داخل اليوم فما الباركينج السوسول، قلت خلينا ندخل لوطا باركينج اليوم الجمعه فما حد العشاء ندخل يا اخي نلقى العساس. العساس قال لي ما قد ما شديت فيه، قلت له خويا راني انا غلط راهو كذا، اما راني باش ندخل هنا باش نقاري خاطر البارح طلعت. قال لي شوف راني نخدم هذيك خبزي يا ودي، ويضحك معايا. انا نحب نقول حاجه واحده، كان شوف فما منه 10 في تونس والله راني لاباس عليهم وحاجه يعرف يتواصل اجتماعيا يعني صحيت يضحك حلويات وحلاوه. وخرجت انا ما قريتش كل شيء وقد ما درت به من 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 شيء. دونك برافو يعطيه الصحه ويرحمه. قال لي وراه فرق صغير جون معناه طفل صغير. قال لي اسمع بجرب راني سايب. قلت له اسمع راني حتى انا سايب. قال لي مالا لا تشيح لي ريقك لا تشيح لك ريقك اما انا عايش خويا. قال لي راه ممنوع باش تقاري هوني. هي هو جست لي لي هوني جست ما تحطوش الكهرباء في دوره وكها يا ودي حطينا منها حطينا منها زو حطينا غادي زو. خليني نمشي للاخبار خير. رمضان الخير توصلنا للساعتين وواحدة واربعين دقيقة. رمضان الخير جسر التواصل بيننا وبينكم بين المستمعين متاع كابا فام، سواء باش يعاونوا الناس أو الناس باش يحكيوا ظروفهم ومشاكلهم. إلى جانبي مدام دليلة اللي تعدات في البارح ولا هو البارح وحكيت على مشكلتها، على مشكلتها اللي تتمثل في مرضها، هي مرض خطير ومرض الوالدة متاعها والظروف الاجتماعية القاسية اللي تعيش فيها. بعدها هي صار تدخل من زميلي هيثم الراجدي وتم أنه فما ناس حبت تساعد مدام دليلة، والمساعدة هذه كانت بأربع آلاف دينار وحاجيات ملكوش للوالدة تاعها. أنا إلى جانبي مدام دليلة باش نحكيه معها شوية. مرحبا بك مدام دليلة. أنا سؤالي الأولاني، كنت تسمع كابا فام ولا لا؟ مش ديما ساعات. مش ديما ساعات. كيفاش نهارتها سمعت؟ صدفة؟ مش صدفة، واحدة بحذية قالت لي اسمع. قالت لك اسمع كابا فام. قالت لك فما عبد الرزاق وهيثم وجماعة كل غادي، ولا قالت لك اسمع كابا فام؟ قالت لي اسمع وكا. قالت لها فما عبد الرزاق. هيثم يعرفوه بالكرة. أي كرة؟ نسخة روحي في التلفزة. تو اختلطت الأمور بين التلفزة والإذاعة. بالحق. أنا بيدي راهو نسخة روحي في التلفزة، خاطر نقدم كيما التلفزة مش كيما الإذاعة. ويقولوا لي لا بدل، نقول لهم لا خلوني كيما أنا. ما أحلاها والله ديما تضحك وكل والله ما أحلاها. إن شاء الله ربي يجد في صحتك وإن شاء الله ربي يشفيك ربي يفضلك. على كل أنت فرحانة؟
والله انا كنت فرحانه برشا وزدت كي نشوف ما نعرفش علاش من غير ما نتغش. لا بيسالي بيسالي في الدنيا نشوفه ما. ربي يخليك ويعطيك الصحه. قالوا لي يسكن باب جديد كل مره نتعدى من غير سفري باب جديد والله. ربي يخليك ربي يفضلك يا دليله. وهذه مساعده هيثم نعطيوها ل 4000 دينار. هذوما ال 4 ملايين حاسيلو. شوفهم زيدا من غير ما نشوف. لا لا لازم تشوفهم باش تبدا الامور. هذوما ال 4000 دينار نتاعك ان شاء الله هذوما يساعدوك في رمضان الكريم هذايا باش انت اولا تشري دواك اهم حاجه خاطر قلت لي عندك برشا افكتيفمون. هو عبد الرزاق ثم امك زاد دواء امك. ها اي امي اشترت دواء ولا بالفلوس نتاع السكر ونتاع حسيلو بالفلوس والكوش ما 24000 الكوش تو نرجع الكوش ساعه بالنسبه لها هي للدواء السيد اللي تبرع لك بهذايا طالب كانت تدعي له دعوه خير والسيد هذايا قال لك هذوك من الاول وماذا به هو انت تداوي وامشي انت تداوي وشنو لازم هو متسعد معناتها باش ان شاء الله معناتها يزيد يعني هو مستعد لو فات انت تمشي تداوي وكل شيء وتتحسن الحاله نتاعك وكل صحتك وكل هو مستعد معناتها يخلص. واضح باش تقول له الفاعل الخير هذا اللي هو ما يحبش يذكر اسمه الحقيقه ما يحبش يقول شكونه ولكن راهو التوانسه باهين التوانسه محلاهم التوانسه راهو يمدوا يد المساعد. اسمع صوتك وانت تتكلم معايا على كابا فام تدخل مباشره مع هيثم وقال لهيثم العائله هذه راني نحب نساعدها وراني متطوع. انا تصورت 500000 تصورت 300000 تصورت ماكسيموم مليون ولكن فرحت برشا كي هيثم قال لي 4 ملايين 4 ملايين تغير وتعاونك برشا برشا برشا. انا عندي انا 40 مليار هذوما يا ربي يا ربي. اعطيني تصفيق حلوه اعطيني اعطيني كلمه مدام لله كلمه للسيد ربي يستر يا ربي يعطيني ما عادش نعرف نتكلم حتى شيء. تعرف علاش تعرف علاش عاون السيد هذا؟ لا ما نحبوكش تبكي. لا ما تبكيش. لا مادام انت امنا و تعرف علاش عاون اختنا صغيره هي علاش عاون امي عبد الرزاق تعرف سيدي اختي انا اختي اختنا الكل تعرف السيد هذا هو بيدو مر بمحنة هو بيدو كان عنده معناتها سبحان الله كان عنده مرض كيف هكايا سبحان الله وربي يشفيها الحمد لله ان شاء الله قاعد يداوي وان شاء الله لاباس والحمد لله ان شاء الله يا فاعل الخير من عبد الرزاق الشابي اكيد تعرفني وصغير في عمره انا ما نعرفكش حتى اي ثم قاليش شكون امانه نتمنى لك يا ربي في رمضان الكريم يا ربي ان شاء الله تشفى نتمنى لك كل الصحه كل الخير لك انت ولابنائك والامك وابوك واقاربك واصدقائك يا ربي ان شاء الله نهار اخر نسمع عليك كان الاخبار الجيده وصدقني صدقني راك دخلت الفرحه على كابا فيم الكل ودخلت الفرحه علي انا شخصيا بهالجيست الحركه النبيله العظيمه اللي عملتها انت وان شاء الله التوانسه الكل اللي يسمعوا فيا الان ان شاء الله يا ربي نعاونوا بعضنا ونقفوا مع بعضنا وراه حد ما هز حاجه في الدنيا. مدام دليله نتمنى لك كل خير. مازال عاد مازال عاد الكوش هذوما هذوما الكوش نتاع هي باش تاخذ ديجا كلموها قبيله بودوس وكل هي تينا بون تينا هي الماركه تاع بودوس اما في الكبار معناها وهذا الكوش امبورتاسيون ما يتصنعش في تونس. دونك معناها حاجه هايله معناتها افيكاس وحاجه هايله دونك باش يعطيوها عام كامل معناها المستلزمات نتاعها الكل من الكوش. كلمتك داير الريسبونسابل نتاعها قالت لي باش نعطيوك 4 باكوي توا الاربعه وقالت لك نقعدوا معناتها بالاتصال خاطر هما كبار ديجا شفتهم اللي كوش كبار دونك تقعد وخذيت معك التاي ما عندك التاي وخذيت ما عندك كل شيء نورمالمون ومعناتها الاحتياجات نتاعك قداش تستهلك وكل انا هي زوز في الجامعه خاطر هي بخلاف اللي هي ما تقومش وما تتحركش دوروها بالملح انت راشني اللي عندها في كشه وانا ما عادش نجيب لها في الطبيب ما عادش نجم نهزها تو تنجم تجيب لها طبيب تو امان دليله اول حاجه تعملها تجيب طبيب للدار هذاك علاش كشه ديما تجي وديما نستاهل كوش برشا شوف حكايه الطبيب غدو هنيني على امك ما عادش هنيت عليك انت انا هنيني على الوالد هاك الفلوس وهذا الكوش دونك باش يقعدوا هما معاك باتصال ونحن خلينا ما بيناتكم انتوما دونك هما باش يوليو هما باش يوليو يجيبوا لك الكوش اطلبنا انت ونحن نطلبوا انت هاك عندك نمره حشيمه ريت ربي فضلك يا دليله ويعطيك الصحه وشكرا لك ان شاء الله رمضانك مبروك ان شاء الله لاباس فيها حب فيها عاطفه ان شاء الله ترجع لنا لاباس يا رب فيها انسانيات يلا يلا ها بحبك وحشتيني اسمعني هي حكاية على أمها كريم هي حكيت على أمها وأنا نحب الأمهات الكل وهذه هدية لكل أم تسمع في كابا فام بحبك
وحشتيني دي. مش موجوده. تحب صابر الرباعي الام؟ صابر صابر خلينا المخرج هو باش يختار لنا خلي هو اي اشرف يختار لنا ونعرف اختياراته حلوه برشا. سينو احنا عبد الرزاق بيان سور نعاودو نذكروا بنمرو التليفون 72 279 188. الناس اللي تحب تعاون خاطر مازالوا عندنا باش يكونوا معنا حالات اجتماعيه. احنا باش نخصوا الشهر هذا الكل باش نسمعوا الناس اللي مستحقه اليوم ونحاولوا نوصلوا لهم صوتهم ونعرفوا ونعملوا برشا كيما السيد هذايا كيما بودوس كيما برشا عبيد نعرف اللي وكيما الويلي المره الاخرى. دونك برشا ناس باش تتفاعل معنا ونحاولوا نحلوا الماكسيموم المشاكل حتى كي نشطر المشكله ديما خير. وان شاء الله يا رب يشفي الناس الكل وانت مدام دليله ربي يشفيك وكل اميتنا وكل خويتنا. واحنا هوني ماهوش مزيه معنا هذا ويش مش مزيه نحن في العمل الانساني هذا. ما تبكيش مدام دليله ما تبكيش ما تبكيش اي لازمك تكون فرحانه. نحبك فرحانه دليل والله فرحانه والله ما تبكيش خاطر نحن الكل نجم نمر بظروف هكا. الناس كل اي واحد في الدنيا هذه ديما ثقتنا في ربي كبيره وفي التوينسه ونعاونوا بعضنا. يلا غناية عطاطف الانسانيات والحب. معايا على الخط مباشره الكوتش نبيل معلول. اهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك. مرحبا معك عبد الرزاق الشابي سي نبيل. مرحبا بيك. شو حوالك؟ مرحبا. يلا نعدي لك مباشرة وقتك نعرف ضيق. معاك هيثم الراشد. يلا كوتش حاج اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. قبل الله الساعة اخوي. مرحبا بيك عايش من عمرك العمل. اي وين تو في فتنة الديوان ولا مازلنا؟ تو في وسط طيارة. في وسط طيارة. باهي في وسط طيارة. باهي ان شاء الله اكيد ان شاء الله تو بدات الامور الجدية للمنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله نهار 30 عنده مباراة مهمة ضد المنتخب الاسباني. ساعة كان نحكيو على ولادنا تو وين وصلنا تو؟ والله الحمد لله لاباس. معناها تعرف البارح اكتمل النصاب بالنسبه للمنتخب التونسي بقدوم كل من وهبي الخزري ودينا البراور. المجموعه الكل موجوده توا تحت تصرف الاطار الفني. توا يبقى الاوبجيكتيف نتاعنا معناها بريمورديال ان شاء الله نخطو ل 18 جوان حاضرين خاصه من الناحيه البدنيه بعد الموسم الماراثوني لكل اللاعبين نتاعنا اللي موجودين في المنتخب. وتعرف اني نهايه موسم هذه فما تعب فما لاعبين عايدين من الاصابه فما لاعبين مصابين. لو بليز امبورتون انو نخطو en plein possession de nos moyens athlétiques le 18 juin ou من غير حتى اصابات خاصه بعد الصدمه الكبيره نتاع اصابه يوسف المساكني واصابه ياسين الخنيسي. ان شاء الله نكملوا معناها من غير حتى اصابه اخرى ان شاء الله. يظل من الحاجات الباهيه امين بن عمر رجع وترينا مع الاولاد ودخل في الجروب تجاه بلده. كل امين رجع مع الجروب. علي زاد كيف دخل مع الجروب. غيران تشعلاني دخل مع الجروب. وكان وهبي معناها مازال ان شاء الله في الايام القادمه يكمل الريدوكاسيون تاعو ويدخل في الجروب. سي سور غدا باش تفرج في الريال وليفربول سي سور. والله اون ديكالي معناها الانترنت تاعنا بنص ساعه. كنا باش نترناو الساعه 9 معناها وخرناها شويه معناها للعشره الانترنمون بوغ باش نلعب هي معناها يتمتع وخاطر سيت اون فينال تشامبيونز ليغ سي اون نيفو معناها نتاع الكوره. وان شاء الله من بعد نقوموا بالحصه التمرينيه نتاعنا. وكريستيانو زعما يلعب ضدنا ولا لا؟ امبوسيبل 48 ابري امبوسيبل. انا هذاك علاش قلت معناها منذ مده ماذا بيا الريال تخرج معناها من الكارد فينال ولا دومي فينال باش كريستيانو يلعب خاطر فينال 26 وحنا 28 امبوسيبل. سيرمون كيما احنا عطينا الملاعبين نتاعنا اربع خمس ايام راحه هما كيفاش يعطيو اربع ايام خمس ايام راحه باش يلقاو في فور مع المانيا الكوب دي مون. دونك نلعبوا نهار الاثنين البرتغال وفي مع البرتغال وبعد نمشيو لجنيف المباراه الثانيه ضد المنتخب التركي اللي باش يصير في جنيف هكا ان شاء الله باذن الله. احنا لو 29 نسافروا لو 28 نلعبوا لو 29 نسافروا وان شاء الله معناها باذن الله البريمير مباراه ضد المنتخب التركي في جنيف ان شاء الله. سي نبيل عبد الرزاق ما تعرف مانيش مختص في الكورة انا مختص في المسامح كريم. اما عندي سؤال على الطاي. عبد الرزاق لا عقلتك اخوي لا اخوي مرحبا بك. اي حسيتك ما عقلتنيش ولا حسيتك. وانا داخل في الطيارة وداخل مرحبا خويا هو من القبيلة يطلب فيك. قلت له مسكين نبيل نعرف الضغط اللي عليه توا ضغط كبير. هيا الاولاد بركة سؤال شكون الاكثر فورمة في الاولاد؟ كل والله ان شاء الله انا اخويا عبد الرزاق نحب نوصلهم الماكسيموم كلهم في فورما فور لو 18. توا عندنا ملاعبيه ما تعرف سي لا فان دي سيزون وعندنا شارج شويه الفي ما نجموش نحكم على شكون في فورما. هذا فما برشا شارج الفي وفان دي سيزون لكن ان شاء الله نحاولوا نخلطوا 90% منا حاضرين وجاهزين ويكونوا في فورما فور لو 18 جوان عبد الرزاق ان شاء الله. يا ربي نبيل معلول الكابتن ان شاء الله ربي معاك وان شاء الله ربي يحفظك وان شاء الله من نجاح الى نجاح. وانا متاكد اسمع كلمتي هذه وانا متاكد اللي باش يصير في روسيا باش يكون ان شاء الله حاجه مبهره وحاجه مزينه برشا ان شاء الله ربي معاكم.
ميرسي بوكو كوتش، ربي فضلك وميرسي بوكو. تحياتنا للمنتخب كله، اكيد راهو شغال فات نهار الاثنين ماهوش يكون عادي لانه منتخبنا باش يواجه المنتخب البرتغالي، وهذايا ديديكاس للمنتخب الوطني التونسي. بالطبيعه مازلنا مع رمضان الخير كما شفتوا مدام دليله اللي كانت الى جانبنا واللي تم الاتصال بها وساعدوها وقفوا الى جانبها، وقف الى جانبها فاعل خير مكنها من 4000 دينار واعطاوها الكوش للوالده نتاعها. هذا عمل خير، هذا اللي نحبوه من خلال كابا فام، انه نساعدوا الناس في رمضان الكريم ونحاولوا نقفوا الى جانب الناس. طبعا هيثم في الريكاب سبار عنده برشا ضيوف باش تكتشفوهم تباعا بعد ما حكينا مع نبيل معلول، وبعد ما حكينا معاه وحكينا على ظروف المنتخب الوطني وشنو اللي ينتظر في روسيا غديكا، وكما شفنا التفاؤل كبير من نبيل معلول واضح وبارز في كلامه معانا ومع هيثم الراجي. هيثم تفائل في نبيل معلول؟ اكيد دفع في نبيل معلول، حسيت في صوته نبيل معلول قوته في الكوميونيكاسيون اكثر من قوه عجيب، قوته في الكوميونيكاسيون. انا قال لي من الاول ما عرفنيش، قال لي ما عرف بعد هلا برزوك يا والله ما عرفت. سي كوم سا، سي سا نبيل معلول، تحس يعطيك شالور، يعطيك شالور. سي سا نبيل معلول هذه قوته، وهذه من الحاجات القوه لنبيل معلول. وسي نورمال هو تو ماشي باش يلعب، معناتها تو ديجا بدا الجد، معناها ماشي ماتش اميكال مع البرتغال، تحبوا يمشي يقول لك لا سي نورمال باش يقول لك اي شوي لا وحاضرين وبروس له كل شيء. دونك كيما حكينا على ليكيب ناسيونال نحكيو على زاد حدث كبير برشا ومهم نرجع تونس. هيثم نرجع لك عليه الحدث، نقفوا عند نبيل معلول لاني باش نمشي المدام روضه، مدام روضه في رمضان الخير، ونرجع مع هيثم الراجي. يلا مدام اهلا وسهلا بك. اهلا مرحبا بك. اهلا بيك وبيك يا سي عبد الرزاق. مرحبا أختي. الله ينورك ان شاء الله. الله يخليك عايش. اختي احكي لي شنو الوضعيه نتاعك؟ وضعية بتاعي شي عبد الرزاق ساكنة في كراج لباب من شباك، عايشة أنا أمي وبابا واختي عندها تقطيع عقد هنية. أنت بكش متزوجة؟ أنت متزوجة؟ أنا تزوجت قبل وعندي بنية معرفة في تونس. ورجعت لدار أمك؟ اي ما عندهمش هما دار، لكن كلنا قبلنا نخدم في الديار نعاون في الكريم في الواحد كي مرضت بالفدة والسكر. يعني فدة وسكر قلت لي المرض نتاعك؟ اي فدة وسكر وصرع. علاش تسكنوا في كراج؟ ما عندناش شكون يقيم بينا. سامحني نزيد نسالك روضة، الوالد نتاعك موجود ولا لا؟ الوالد نتاعي موجود وعمره 84 سنة. 84 سنة يعني ما يشتغلش. وامي عمرها واحد لا كان يخدم ايه شوية بالطبيعة قبل، توا راجل كبير ما عادش. امي زاد عمرها 81 عام مريضة بالسكر وعندها الدم. وانت مطلقة؟ طلقت؟ اي طلقت من 96. انا من 96 ما عودتش تزوجت؟ لا لا. قداش عندك اولاد روضة؟ عندي بنية قلت لك معرفة في تونس أكاهو، وعندي ولد قاعد بطال. قداش عمره؟ قداش عمره؟ عمره 32. تو 32 شنو قرا يعني؟ يعني يقرا عنده فورماسيون عنده حاجة؟ لا لا ما قراش، ما كملش الباك. قعدت انا نخدم الكل ما تليتش بيه باش نواصل معاه، دروسي ما سمحتليش. في يسكنوا هما؟ انتوما وين السكن نتاعكم؟ وين السكن؟ في منزل التميم. احنا في منزل التميم. باهي في منزل التميم. السؤال انت ما تخدمش، قداش عمرك؟ انا عمري 52. كنت نخدم في عزازيق في الديار اي وتو ما عادش نجم كي مرضت مع وليت عندي ماكينه نتاع نفس الشيء هذه تاع الخير نفس بها. فهمتك. ما عادش وناخذوا فك شهريه هذيك تاع 150 هذيك المعوزه. اي هذيك نخلصوا بها في الكريم. ربي قداش الكريم في الكراج؟ قداش؟ والله كان 150 زاد 20000 في كراج و170 في كراج و170 دينار. وسيد المعتمد في باله ومرشدات. يعني قدمت الوضعيه نتاعك للجهات؟ قدمت وقيدونا فك الديار من المساكن الاجتماعيه من 2011.
معناها دبوش الانسولين بتاع الزريق ديالنا نهزها مره للقهوه مره نهزها نمشي بها للسبيطار ما عنديش باش نحطها في الفريجيدير ولا حاجه. انت ما عندكش فريجيدير تو في السخانه هذه؟ اي هو كراج بيت وحده نطيبوا فيها ونرقدوا فيها. يعني تو كانه شيء ما يتصدقش يا روضه في الزمن هذا واحد يعيش في كراج وين ترقد وين تبيت وين تطيب وين نبيت وحشيك وبيت الراحه عملت لها ريدو والزيور وبتاع البيت الدوش وبيكري دو في الشتاء نمرض ديما نبيس في السبيطار حتى على الهواء عندي الفده كما قلت لك. والله شيء تعبة كان متصدقني ساعة لا نصدقك بالطبيعة لا والله نصدقك بالعكس بالعكس اقسم بالله البارح تعرف تعشيناش شفت شو كوصلت بشوين نعرف انا من نلومكش انت زاد نلوم الجهات المختصه غادي انهم ما يعرفوش الناس المعاناه اللي يعيشوا فيها رغم انت بلغت وكما بلغتش نقولوا اما انت علمت وبلغت وقدمت مطالب من 2011 وجريت على الدويره وجريت انت سي عبد الرزيق حتى لي انا حتى اللي كنت ما لنا زاد نستحق اللوم ما دام ما انتبهتش للموضوع نتاعك. لا نلوم عليك خاطر برشا عباد برشا عباد مسامح كريم الكل برشا اما والله وضعيتي تعب تعرف علاش نرقد على زوج فراش معناها بالرغم عندي سد ما يلزمنيش نرقد على القاع معناها رزيق انا نعرف اهلي منزل تميم وكل الناس خير وناس شبعانين وناس يمدوا اليد لليد انا نعرف لا اي على قل انا 10 سنين في الكراج ومصلي على النبي بحذانا فيليت وديار ومصلي على النبي معناها ربي يزيدها ما عادش قلت والله على غالب المعتمد في باله بالحاله نتاعك في باله قال لي تو نجيك وما جانيش ومشيت لشي زاد حسين بولني نتاع مجلس النواب مشيت يعني انت ما غير ذكر الاسماء انك انت يا مدام روضه قدمت مطالبك بلغت صوتك ما عاونك حد بلغت هذا هو ان شاء الله من خلال راديو كابا فام صوتك يوصل اولا للمنطقه نتاعك انت في منزل تميم هكا انت اي منزل تميم ان شاء الله الاغنياء واللي لابس عليهم في منزل تميم ويسمعوا كابا فام ان شاء الله يا ربي يتصلوا بينا في اقرب وقت ونربطوا الصله بينك وبينهم وان شاء الله واي حد اخر زاد يسمع فينا في مكان اخر في كامل ولايات تونس ان شاء الله يا ربي يعاونوك ويقفوا الى جانبك مش حتى على خاطرك انت على خاطر بوك اللي عمره 84 سنه ويعيش في كراج وامك الكبيره والمريضه وتعيش في كراج والوضعيه الماديه والاجتماعيه معناتها متداوره جدا 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 هذا كان الشيله الاكثريه على امي وبابا ان شاء الله ربي معاهم ربي يفضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب انا نعرف اللي راهو من هوني قبل ما نكملوا نعرف اللي اهالي منزل مين باش يتكلم ان شاء الله يا رب نعرف اهالي منزل مين باش يتكلم في كل ما تعملوا به واكيد راهو باش نتصلوا بالسيده سلوى الخياري وليت نابل ان شاء الله لانه نحن نعرف اللي في الحكايات هذوما نعرف سيد والي زاد ولا الوالي ما تنجمش انت بعد من الجهه مغادش لا مانيش من الجهه مش منزل تميم لا 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 بعيد جمله انا احنا ما عندكش فكره دونك السيده الواليه للمستشفى كلمتها اي كلمتها قالت لي اكتب مطلب كتبت مطلب للولايه رجعوني لنفس المعتمد ما جانيش ما عمل لي حتى شيء قال لي ان شاء الله انت ياك بلغت روضه انت بلغت وان شاء الله يا ربي يجينا اتصال هاتفي يجينا اتصال هاتفي هنا ماذا بيا والله ماذا بيا تحركوا لا ميسير ماذا بيا ماذا بيا قديش يعني نعرف اللي يسمعوا فينا يعني نعرف يعني اللي مدام سلوى تو تنجموا حتى كان مش هي تسمع راهو احد المستشارين نعرف اما يطفيوا الضوء ما هذه المشكله انا عندي خبره في المجال هذايا عندي خبره كبيره فيه انا خل نسبق حسن النيه ان شاء الله يا رب راهم حالات برشا ان شاء الله يا رب راهو برشا قديش منها اما نعرف توريت هذايا مدام معناتها وصلت صوتها نعرف اللي مدام سلوى الخياري كان مش هي راهو سيد معتمد باش يتدخل توا واكيد برشا اهل الخير باش يتدخلوا دونك نستناو رقم التليفون عبد الرزاق اللي باش يطلبونا عليه واللي كلها باش تخلي وتعاون المراه هذيا ان شاء الله يا ربي تطلبونا على الرقم 72 279 188 باش تعاونوا المراه هذيا اللي تعاني من امراض معها ابوها وامها فوق 80 سنه يسكنوا في كراج ظروف متدهوره جدا الحق
تستحق مساعدة كبيرة. متعاونوا روضة اللي كنت نحكي عليها ونحكي معها ونحكي على ظروفها القاسية إن شاء الله يا ربي في أقرب وقت ممكن. هيثم سبار، هيثم رياضة، هيثم إنرجي. يلا الحدث يفرض نفسه كما قلنا، نستناو برشا تليفونات للسيدة هذه، لكن نستناو أيضا تليفونات من حبي النادي الإفريقي اللي حبوا يتفاعلوا معنا خاصة على الموضوع وخاصة على الزوز قائم المترشحة، قائمة سيد عبد السلام اليونسي وقائمة سي مروان حمودية. دونك النيميرو 72 279 188، وسعيد باستقبال سي خليل محجوب. سي خليل اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا بكم، مرحبا بالحضور الكل وبالمستمعين تاع كابي في. تسع رمضانك مبروك. عايشك رمضانك مبروك. هاي سي خليل حاضرين، ساعة برشا بريسيون عليكم، برشا ضغط انتوما في الاونه الاخيره وبرشا ضرب. والله ماك تعرف النادي الافريقي ديما 90 دقيقه وديما بالبريسيون الكبيره، عندنا جمهور كبير، عندنا جمهور احنا نعيطوا له الشعب النادي الافريقي. دونك ايفيدامون باش تكون بريسيون كبيره على زوز قوائم اللي مترشحين طول للانتخاب الرئاسية تاع النادي الافريقي. به القائمه نتاعكم انتم اللي فيها نسميوها الكل، سي عبد السلام اليونسي مترشح كرئيس قائمه، حمزه الوسلاتي، خليل المحجوب، مجدي الخليفي، كريم بن صالح، محمد بريدع، توفيق بن سمير، فوزي الصغير، طارق العاصمي، مجدي حسن، سهر المشري، وسفيان بن صالح. تقريبا كان مش كلها مريتوا بالتسيير في النادي الافريقي. الجل الاعضاء نتاع القائمه هذه مروا بالتسيير بالنادي الافريقي، كسوا كرؤساء فروع ولا كمسيرين كما انا خدمت كمدير تنفيذي للنادي الافريقي. اون لي ان بو لوبيراسيونيل مع المانجمنت، وجبنا وجوه جدد كي سي محمد بريدع اللي هو المدير العام تاع مايكروسوفت تونيزي. جبنا الانسة سهر مشري اللي هي معناتها تسهر على الاسباس ماناجير، فهمتني؟ وسي مجدي حسن اللي هو المدير التنفيذي تاع الياس اي او اللي هو لانستيتيو غاب دي شيف دونتربريز. عطينا بعد اقتصادي شويه للهيكل هذايا والهيكله هذايا تاع التركيبه نتاع الخامه. نخموا في الفلوس. نخموا في الفلوس. فلوس سوتياسيون نتاع الكلوب. المشكله تاع النادي الافريقي اساسها راهو فلوس، عندنا برشا ديون ويلزمنا ننميو الموارد الماليه نتاع النادي الافريقي. دونك جبنا جماعه اللي هما مختصين وعندهم خبره كبيره في جبان الفلوس في احداث مشاريع ونجيبوا فلوس للجمعيه نتاعنا. سي خليل دونك مادامك جبت لي على الفلوس خلينا نقعدوا في الفلوس. باه نعرفوا التقرير المالي والادبي مازالوا ما خرجوش. مازال ما خرجش. باه وانتم قادمين وقادمين معناها بثقل كبير للترشح للرئاسه النادي الافريقي والمسك بزي من الامور، ما تخافوش شويه؟ ما عارفين قداش فما ديون، عارفين شنو يلزمك توفروا. هو فما ديون من قبل وديون في محتوى 29 مليار. ما يظهر ليش التسييريه معناتها في لاك دو جيستيون هذه نتاع 3-4 اشهر اللي عملته معناتها تفاقموا الديون اكثر من اللازم، معناتها اللي قادم قادم واحنا عازمين باش نحلوا المشاكل تاع النادي الافريقي. دونك مش تخوفنا لي مونطون هذوما الكبار اللي يستناو فينا. يعني 29 مليار في فريق كبير كالنادي الافريقي تراوها ديون كبيره تظهر. انا نسمع ليتوال مثلا الديون يظهر لي في ال 40 مليار ده. لا اقل مش خاص. لا اقل في الحكايه 18 مليار. 18 يعني الكلوب اكثر. الكلوب اكثر فريق في ديون. الكلوب الان اكثر فريق في حدود 30 مليار بخلاف الفلوس نتاع سليم الريح. بخلاف 86 ولا 90 هذيك تاع سليم الريح اللي طلبها سليم اللي صارفها وقاعد يستنى فيها. يعني طلبها لا ما طلبش يظهر لي. لا ما طلبيش، هو حب يعديها كديت في النادي وترفض ترفض طلب القوائم المالية. اي لانه كي تتعدى كديت يولي كاينه طلبها راه انه غدو يسترجعها. هو لما حال في القانون الاساسي تاع النادي الافريقي تاع 2014 فما بند ينص على رئيس النادي باش قبل ما يخرج يسدد ديون الكل اللي تعمد في لاك دو جيستيون نتاعو تاع الاربع سنوات. يعني سامحني سي خليل، انا رئيس نادي وخرجت شيكات باش خلصت باش عملت بكذا كذا كذا كذا، هي ماهيش مؤسسه اقتصاديه، هي جمعيه. غدوه انا نتنحى، يعني انا مطالب باش نخلص الشيكات هذوكم اللي انا صرفتهم على الفريق. انت مطالب باش وعندي اثباتات اللي انا صرفتهم على الفريق. انت مطالب. لا ما فماش تجاوزات، ما فماش تجاوزات. لا ما فماش ولا فساد مالي ولا حاجه. مراقب الحسابات اللي رفض القوائم رفضهم على اساس ما تقبلوش القوائم واللي دوكيومون اللي مع القوائم باش ينجموا يقولوا اسكو الكونتابيليتي هذيا اللي فيغيديك ولا لا. انا ما نحكيش على الكلوب، انا نحكي في المطلق. في المطلق اي، في المطلق لا،
في المطلق للجمعيات الاخرين لا، اما في النادي الافريقي يعني في المطلق انه انا خرجت شيكات وعلى الفريق وما فماش اي شبهات مطالب ماكش مطالب فوالا هذا في المطلق لو فون اسوسياتيف نعيطوا له احنا لو فون اسوسياتيف تاع الجمعيه هو اللي يتقبل الديون وهو اللي يدخل من بعد الرئيس وقت اللي يقبل القوائم الماليه يقبل الديون ويقبل لي رسيت يعني يقبل التركه يقبلها كما قلنا تقريبا 29 ولا 30 مليار معناها برشا ديدات. هل انتم ساعه شنو السبل ولا الوسائل لكم انتم لانه فما ديون مع تحينيه فما ديون اللي لازمها في شهر تخلص باغ اكزومبل. اي احنا كهيئه حضرنا معناتها انوتو فينانسمون معناها نحن باش نجيبوا الديون اللي باش تهبط توا كيما لي زامونت فيفا. قداش فيه لوتو فينانسمون هذا؟ فما حكايه 4 مليون دينار 4 مليون سي بيان معناتها فما 4 مليارات معناتها هذوك حاضرين للمصاريف بعد راهو تنجم تتفاعل وتتناقش مع المدينيه وتنجم توخر معاهم وتعمل نيشونسي دو تيل مانيير هما يعرفوا روحهم خالصين والنادي الافريقي ما تعطلش مصالح ما يتعطلش مصالحه ما تعطلش مصالح باهي الفازه نتاع نتاع التليفونات هذيك الاس ام اسين قال شنو صار؟ بربي فما مداخيل باهيه والله ما عنديش اكزاكتومون هو راهو مترشح جديد جديد يعني ما عنده فكره ما عنده فكره عنده فكره العمليه كانت ناجحه شبه رابحه شبه فاشله زوز ما يجيوش خاطر في خونا وبرده ما تجيش سي خليل في الاول نتاعها مشات بالكدا ومن بعد بعد تحت من بعد ما صارش اون كومباني بيبليسيتير كيما يلزم ولا سي ميسي هذاك كومباني بيبليسيتير وقتها ما طاحش برشا برشا اعلاميا تخدمت الامور من الاول لوبجيكتيف دو 1 مليار انونسير وما صارش ويظهر لي معناتها وصل 400 هما 420 حاجه 420 حاجه فهمتني ويظهر لي صارت غلطه شويه نطق رسمي تاع النادي الافريقي قال راهو وقتها قال على الخطايا عندنا 4 مليار دويت ونص محطوطين على جنب دونك العباد اللي كانت تساهم وتحب تعاون الجمعيه وقت تخرج انت في العليهم وتقول عندنا 4 مليار دويت ونص اوتوماتيكمون الكومباني هذيك تفشل. علي علولو تو من بعد شكون معنا في التليفون خليل عمل ضربه واحده اي باس باهي باس افيك في لغه الكره شوك علي علولو صاحبي يلزم واحد كل واحد ياخذ حقه معناتها صار يا خليل يا خليل تظهر عاقل سي خليل باش داخلين الانتخابات انتم احنا داخلين الانتخابات دابور بالخبره نتاعنا والعزيمه نتاعنا على خاطر كلنا كلوبيستي في القائمه هذيك حتى الاخرى كلهم كلوبيستي كلهم كلوبيستي وناويين معناتها باش نعملوا برشا حاجات باهيه ناويين باش دوب ما ندخلوا البنيه التحتيه تاع البارك باش نبدلوها باش نبدلوا التيرانات تاع الفوت سينيور في ظرف قداش هذوما باش يتبدلوا في ظرف نقولوا ثلاثة شهور فما برشا انجازات باش تصير في البارك بركه فهمتني فيستيريت تاع سينيور تيرانات تاع سينيور تيرانات الهوند والباسكيت والفوليت في لي جون تيران الفوت اللي ترينيو فيه توا توت لي كاتيجوري ترينيو على تيران ويترينيو كل واحد على طرف من التيران مش على التيران كامل الحوار مع خليل محجوب وصلنا لمطلثة و25 دقيقة اليسا ونرجع للحوار هيثم والاجمل مع هيثم الراجدي في الرياضة وضيفنا بتبيع خليل محجوب نواصلوا حوارنا مع هيثم. دونك سي خليل قلنا باش داخلين للانتخابات هذايا قلت لي ساعة أول حاجة الانفراستركتور نتاع النادي اللي هي البيستيير نتاع السينيور والتيران الكل والباقي من بعد الحكمة الرشيدة معناتها لازمنا نقلوا في المصاريف ونطلعوا في الموارد تاع النادي. دونك عندنا شوية برامج نقويو زي الموبيل باش نقويو البوتيكات ناويين باش نعملو دي بوتيك على كامل تراب الجمهورية تبيع المايور عادش انتوا عندكم مغازان واحد شوية حق شوية برشا شوية برشا دونك باش نحثوا ان شاء الله شركة اللي هي باش تكونسونتري روحها على توزيع لي برودوي تاع كوبا افريكا تنجح الفكرة في بالك خليها تنجح بالكدا بالكدا تنجح برشا وجمهور النادي الافريقي ما تعادش للافكار كيما هذيا
وجمهور ساعاتنا الافريقي ما يعطيكش فلوس اما يشري لك مريول يشري لك شورت يشري لك فانيون وهذا يدخل برشا فلوس للنادي. لازمنا بشويه بشويه معناتها لابروش تاع الكلوب تولي مش سولمون سبورتيف مي فيها زاده برشا ماركتينغ باش ندخلوا برشا فلوس ونبيعوا ماركه اسمها نادي الافريقي مش جمعيه وكا. واضح سي خليل حكيت على التقليص من المصاريف وين ترى المصاريف وين تراه هيثم نرجع عندك حاجه ارجاعي رجاء اللي نستنى فيه الناس كلها هو سي غازي المرابط رئيس لجنه الانتخابات والتقرير خاصه رئيس لجنه الانتخابات لانه نعرفوا تم قبول الزوز قوائم لكن مازلنا ما نعرفوش ما هي القائمه والا هل الزوز تعداوا معناتها سلامات ولاباس باش يكونوا حاضرين في الانتخابات او لا. هو معنا سي غازي المرابط رئيس لجنه الانتخابات. سي غازي اهلا وسهلا مرحبا. سي غازي في بالك انت باهي هاو بعدين ولاد جمعيتك ايه باهي عبد الرزاق الشاب زاد معاك وسي خليل بعدين محجوف هاي باهي خويا في بالك التقرير نتاعك اللي باش تخرجه وانت تستنى فيه تونس كامل. سي احمد معناها ما صارش الاجتماع نتاعكم البارح. تسليم. دونك فهمتك. دونك اليوم معناها باش نتاكدوا رسميا وتعطيوا معناها الموافقه نتاعكم او الغاء احد القوائم. لانه نحن سمعنا فما برشا كلام ما نعرفش هذاك علاش هاو باش نسالوه لك انا وانت جاوبني لانه يظهر لي انت كيف انت كيف سمعتوا معناها وخرج معناها اللي هو فما برشا ضغط عليكم انتم باش يتم اسقاط قائمه سيد عبد السلام اليونسي وفي من ناحيه اخرى فما ضغط زاد ايضا باش يتم اسقاط قائمه سي مروان حموديه لانه هو بيدو فما ناس معناها قدموا الاستقاله نتاعهم قبل في هيئات مديره سابقه معناها باش يمشي فراغ حتى نهار الاثنين وبعد نقعدوا شهرين او ثلاثه ما فماش انتخابات حسب القانون. هذا الكلام اللي سمعته انت ديجا ولا ايه؟ دونك نفهم من كلامك اللي انتم باش تكونوا على نفس قدم المساواة بين القائمة هذه والقائمة الأخرى وانتم باش تكونوا الفاصل ديالها. شكرا لك. شكرا لك سي غازي ربي فضلك وشاهي طيبة وميرسي بوكو وأكيد الليلة الناس كلها تستنى وإن شاء الله. وقتاش نعرفوا رئيس الليلة في الليلة الإفريقي؟ وقتاش نعرفوا اسم رئيس النادي الإفريقي؟ كان الأمور الكل كان سنة يخرج عاد الليلة القرار نتاع لجنة الانتخابات.
من بعد تصير الانتخابات كان سي بون وافقوا على زوز قوائم تصير الانتخابات نهار الاحد في الليل 9:30 في نزل ميسير نسميه البلاس في كمر دونك هاو باش يكون معنا وقتها نعرفوا الرئيس شكون وقتها نعرفوا رئيس نادي الافريقي في الانتخابات يكتمل لا اكد لك راهم نجموا يستناو من توا معناتها اللي صاب راهو باش يكتمل له واحد بالنادي الافريقي باهي اللعبه وين محصوره اللعبه وين محصوره هذه فرصه باش المنخرطين الكل يكونوا موجودين نهار الاحد في الجلسه العامه كيما قلنا المنخرطين الكل باش يكونوا معنا معناتها نهار الاحد حاضرين الكل واحد من القائمة الثانية المترشحين اللعبة وين محصولة؟ نجاوبك سي علي أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا بيك مرحبا كل مستمعين عايشك عايش خويا كان توا معنا سي غازي المرابط اللي ساعة أكد وكونوا راهم على قدم المساواة ومازالوا ما شافوا حتى قائمة مازالوا ما شافوا حتى شيء الليلة في الليل عندهم الاجتماع نتاعهم وقتها باش يقولوا أنا هي القائمة اللي عندها الحق تقعد ولا هي القائمة اللي عندها الحق وما عندهاش الحق باش تحضر الانتخابات ومعايا في الاستوديو سي خليل محجوب وعبد الرزاق شابي مرحبا علي وي نسمع فيك مرحبا مرحبا بكل الحضور سلم على سي خليل وسي عبد الرزاق شكرا مش عبد الرزاق الشابي المدرب راهو مش عبد الرزاق الشابي نتاع الاتوال المدرب نتاع الاتوال اللي كان يجود كبرونات مليح اي مانيش مش هو راهو انا عبد الرزاق اخ تاع المسامح كريم يعرف بك شكرا شكرا طيب سي علي كنت باش تكون بحذانا لهنا حاصلوا في الاستوديو لكن طارئ مفاجئ اللي هو خاصه الاجتماع قلت لي معناتها راه عندنا برشا خدمه وكل قاعدين نحضروا للانتخابات نتاعنا دونك القائمه نتاعكم انتوما كيما السؤال ساعه اللي سالته السي خليل باش داخلين وانتوما باش داخلين والله داخلين اول حاجه يظل لي القاسم المشترك يظل لي بين زوز قوائم اللي هما متكونين من ناس ديكلوبيست ثم برشا عناصر خدمه في النادي الافريقي ديجا ثم شكون حتى التوا مازال يخدم في النادي الافريقي فيما يخص القائمه بتاعنا دونك متكونه من 10 اسماء سميتهم الكل ديجا انت ما كنتش معنا والبرنامج كما كنت حكيت عليه شويه البارح في إذاعة أخرى هو أول حاجة إعادة تهيئة الحديقة والبنية التحتية بصفة عامة وذلك اللي في لمصلحة فرع شبان وكذلك صنف الأكابر في كل الرياضات هذه حاجة هامة مش تحكي ولا على تكوين ولا على مستقبل ما غير ما تكون عندنا بنية تحتية في المستوى هذه الحاجة الأولى النقطة الثانية تخص إعادة تدعيم الموارد المالية وتطويرها النادي وخاطر في الوقت الحالي النادي الافريقي ما هوش يستغل في حتى في 40 ولا 50% من البوتنسيال متاعه كسوا في مبيعات متاع لي برودوي ديريفي تاع النادي في شرائح متاع سيم كارت زاد في لي برودوي ديريفي زاد يتبيعوا كاين في البوتيك في تونس العاصمه والنادي الافريقي الاشعاع نتاعو معناها يفوت العاصمه يظل من بنزرت البنقردين بي علي خلينا نختصر عليك ديجا سي خليل قال نحن داخلين الانتخابات عندنا 4 مليارات حاضرين هذوما فون داخلين بهم باش نجموا اموان نسدوا الفلوس وكانت نقصي الراديو بجنبك الراديو لا ماني بعد فما يكون كان عندك توا سي بون توا سي بون قلت لك سي خليل قال نحن داخلين ب 4 انتم قداش داخلين؟ بثمانية باش يقول لك لا 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 نفادلك 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 ما نغلطوش الناس سالي نفادلك عبد الرزاق نعرف عبد الرزاق لا احنا داخلين بانسوم تقرب للي قالوا سي خليل حاجة أخرى زادة ثم زادة مداخيل معناها
مداخيل قاره نتاع النادي هذيك زاده ماناش من الاول ماناش داخلين باش نمسوها هي من الاول. ثم مستشارين جدد ثم لجنه دعم زاده تحطت باش تكون مع مع القائمه هذه وفيها اسامي كبار من الرؤساء القدامى تاع النادي الافريقي وزاده ومن ثم اسامي معروفه في البلاد كيما شكون؟ نرجع من هنا اليوم في الليل. كيما شكون؟ ما يسالش واش مازال على الليل؟ الاسامي الداعمه هذاك. لا ثم كيما برشا اسامي كيما قلت لك الرؤساء القدامى كيما سي فضل عبد الكافي كيما سي ماهر السنوسي وما ديك البيست اللي عندهم اسم البلاد اللي عندهم علاقات اللي قالوا سي حمادي بوسبيع في لجنه الدعم ولا؟ سي حمادي بوسبيع راهو ديما يدعم في النادي الافريقي كلكو سوا الاشخاص وما عمل حتى انونس باش يدعم ليستا على حساب الليستا الاخرى دونك من غير ما ندخلوا في الموضوع هذا وما ننساوش الوقفه الكبيره اللي وقفها مع الهيئه التسييريه في الفتره اللي تعدات وخاطر كان مش وقفته هو ممكن رانا وصلنا لمشاكل كبار معناها في النادي. باهي نحب نختم معاك علي في كلمه الختام شكون شنو تقول للناس اللي باش يصوتوا لكم؟ والله نقول للناس هذه لحظه مهمه في تاريخ النادي. النادي الافريقي كان ديما سباق وان شاء الله تتعدى انتخابات في جو باهي واللي يربح نتمنوا له النجاح بما فيه خير النادي الافريقي. حبيت جوست توضيح اخر صغير. ثم برشا كلام راهو قاعد يخرج توا في مواقع التواصل الاجتماعي توا اللي ثم ضغوطات وثم ممارسات من القائمه اللي احنا فيها على القائمه الاخرى وشكايات قالوا عند هيئه ترشنت معناها انتم تحب تاكد ان انتم لا علاقه لكم باللي صار لعب سلام اليونسي منذ يومين التالي. ما في بلاش صارت له حاجه وان شاء الله ما يصير له حتى شيء. عبد سلام اليونسي كلوبيست ومانيش انا اليوم باش نجي نقول عليه مش مستحق بجيتي انا معناها معروف ما نتيحوش نمسوا بعضنا على خاطر انتخابات نتاع النادي الافريقي. وبابي السائل الانسان اللي يسمع حاجه هكا يطلب حجه ولا يطلب بروف ولا يطلب حتى شهاده من عبد من الهيئات هذيا اللي بتترى قالوا عملنا فيها ضغط مش هاو سي خليل محجوب بحذانا سي خليل عملتوا ضغط سي خليل؟ والله صار ضغط علينا هو بالحق معناتها ضغط علينا ما نقولش انا التسييريه ولا الجروب هذايا تاع اما صاير ضغط على عبد السلام اليونسي باش ينسحب صاير ضغط عليه باش ما يقدمش روحه صاير ضغط عليه باش ينحيوا له عباد من الليسته نتاعو صاير ضغط كبير ديما ما ننكروش معناتها انا عايش وعندي توا جمعه من اللي قربت الانتخابات وقرب ديلي تاع الكوتير والله فهمني شنو الضغط شو صاير؟ مثلا عبد السلام منذ يومين كان في الإيقاع شو اللي صار وخلي المستمع يعيش في الإيقاع؟ إي مش في الإيقاع عيطوا له بحث كذا أسبوعين أو أربع أسابيع هذه مسألة قانونية قضائية يعني اللي خلف الضغوطات لا وقت اللي علاش سي عبد السلام اليونسي وقت اللي كان يمشي ويجي حر طريق المدة الأخرانية ما صار له شيء وما عيطولوش علاش وقت اللي قربت الانتخابات في الجامعه هذيا ولينا نحاش نفسي عبد السلام اليونسي هذا هو السؤال. إيه أنت راكي عيطولو هذا يلغي ترشحه؟ لا ما يلغيش ترشحه هو ما يلغيش ترشحه. سي شفاهم راه مشكل. لا مشكل عبد الرزاق شو واحد يبدا في الايقاف مثلا قدر وقفه ما نقول حتى واحد لا لا مش ايقاف معناها فما بريسيون سوغ بريسيون عدوك البحث يا اخي تيري المركز باش تطلع تاع طريق تخاف. لا علاش تخاف؟ انت بتخاف من شيء اذا ما كعملش شيء. فما بريسيون. قول انت فما بريسيون في النقطة هذه بالذات هو ما عمل شيء هو ما عمل شيء اي هو ما عمل شيء اما فما بريسيون صايرة على القائمة تاع حسين ما نقدر حتى حد ما يفضل عليك واضح سي علي Yeah.
عليه الضغوطات موجوده منين جايه تو يتحدد من بعد. اما الضغوطات موجوده انا ما ننكرهاش، انا عايشها راه يوميا فهمتني موجودين. لا ما كل ما لا يا علي انا ما رميتش كلام، قلت انا ما نعرفش من فين من شكون جايه الضغوطات. قلت لك اما فما ضغوطات على القائمه تاع عبد السلام اليونس. عندي سؤال صغير علي انا اللي كنتي تسمع فيا، هاي سؤال صغير باهي. في المشروع الانتخابي نتاعكم قلتوا باش تعاودوا البنيه التحتيه تاع النادي الافريقي، باش تطلعوا في الموارد تاع النادي الافريقي باش تعاونوها، باش تعملوا الحوكمه رشيده فهمتني، باش تركزوا على الجان. نحب نسال انا جوست سؤال، الهيئه التسييريه هذه موجوده من 23 نوفمبر في النادي الافريقي، علاش هذا الكل ما ريناهش لتوا على على ارض الواقع؟ لا سيتواسيون دو كريز مازالت موجوده، لا سيتواسيون دو كريز مازالت موجوده. لا انا قلت ما ريناش حتى بوادر نتاع حاجه على ارض الواقع. فما فيستيرات في وضع كارثي، في وضع كارثي. 15 ملايين 15 ملايين يتقدوا الفيستيرات هذوما. فما ولاد صغار ما غير تنويات ما غير حتى شيء، معناتها هذا وقت اللي نحبوا رجلوهم يتريق. لا صاروا الجريفات وقتك انت زاد راهو هنا ما نحبش نخيد على رمضان هذايا. إيجا نقول لك لا نحكي لك على المشاريع، مانيش نحكي لك لا على رؤساء لا حاجة، نحكي لك على المشاريع. قلت لك علاش هذا ما بديتوش فيه. طلبت فيستير أنا كهو، طلبت فيستير، نبداو بالحاجات السهلة. إن شاء الله. واللي ربح صح عليه. احنا زد. برافو خاتمة حلوة برشا سي علي، يعطيك الصحة سي علي. برافو. والله برافو والله. مش غريب على علي علول ومش غريب على لا والجمعية وكي بيست حرزة. صحيح مش غريب على سي خليل ومش غريب على علي، دونك يعطيكم الله الصحة. دونك بون شونس. برافو ليهم الاثنين. واللي يربح صحة ليه واللي يربح الآخر لازم يعاونوا كاو. إي سي سا. الهدف هو النادي الأفريقي، شعب النادي الأفريقي. يلا ما 53 دقيقة. خلي كلمة الختام ونمشيو. يلا نمشيو. والله أنا معناتها نشكركم ساعة على الدعوة اللي أعطيتوها لي. باش نحضر معاكم ونطلب من المنخرطين تاع النادي الافريقي الكل باش يكونوا حاضرين في العرس الديمقراطي اللي هو نهار 27 ماي اللي هما الانتخابات لرئاسة النادي الافريقي، ونحث العباد الكل باش تكون موجوده. وفي الاخر انا كلنا كلبستيه. هيثم انت قدمت. انا تربيت خايبك في حنان، انا تربيت في التلفزه من 2002 حتى 2006 ولا 2007 تربيت انا. كنت في الاحد الرياضي؟ بيان سور كنت في الاحد الرياضي. انا شكون وقتها؟ حسني الزغدودي، بلال العلويني، رازي قنزوعي، شاكيب الخويلدي، بوطيب مرزوقي، حتى هو اللي يخدموا الكل، انيس موسى، حموده بن سليم. كنت اصغر واحد وقت. كنت اصغر واحد؟ كنت اصغر واحد مع الناس هذوما. اي كنت معنا وصلت ناخذ دربيات انا واحمد صالحي وقتها. حسني الزغدودي يا حسره. الزمن الجميل. وعلاش خرجت من الوطنيه؟ وقتها العرض كان مغري من حنا فعلا سامبل ياسر. والله تحيه للعربي نصره، اذا يستمع فينا على كابا فام نحن اولاده، نحن تربينا عنده، هو اللي علمنا وهو اللي ورانا التلفزه. ان شاء الله ربي يشفيه بيان سور واكيد، وحتى واحد ما ينكر سواء فضل حنا بعل ولا فضل الوطنيه. سا سي سور، سا سي سور. واليوم فضل كابا فام سيري سور لو جاتو كابا فام. كا
كابا فيم كيفاه ما فما 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 ولا فما غير ما توري الحركه اللي فما 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 نمر مريك. يلا نحب نرحب طبعا بتصفيق كبير ضيوفنا سيف الدين الظريف مخرج لافاج. سيف خدمنا مع بعضنا في التلفزه اي خدمنا مع بعضنا سنوات وهو كان في القناه الاولى وانا كنت في قناه 21 وكنا زوز نخدموا في السبور. كنت انا صحافي رياضي وكان هو صحافي رياضي. اما انا قعدت صحافي رياضي ودورها خراج خراج في فلوس عاد. لا لا والله لا ضربه كيما الرياضي حتى هو شو تبكر عليا تعمل ضربه تعمل ضربه لافاج تعمل ضربه لافاج ولا يرزوق رخيم استنى يرزوق ولا ضربه تجي الحاضره خير من العشره كوب دافريك بون التلفزه الوطنيه تخلص فيها فلوس. لا شوف ما تاخذش الوقت بالروتار اما تاخذه لا فلوسك مضمونين اما راه نقول لك في البنك راه كل حاجه كل مجهود عنده قيمته راه عنده ما كيما انتم تخدموه لا مش صحيح والله لا لا مش صحيح والله صحيح هاي باهي نعملوها بنختار انا وياك نشوف في العام انا وياك قداش نخلص ها هاي سيدي شكون يخلص اكثر ديجا خالص ما دام كونتوري بك اللي معاك في اللافاج ديجا خالص لا 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 ما قلت وانت ديجا خالص باللي باللي العباد اللي معاك في لافاج ديجا والوجوه النايره مش عامل لي مشكله مع المدام ما جبناش انا معاه معلم واحد كيما رام سميع لا لا يا مرام مرام ممثلة حلوة على الاخر وانسانة جميلة جدا جميلة 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 انسانيا انسانيا جميلة اكثر برشا من المظهر ريم بن مسعود ايضا كيف كيف اي ما نحكيش على سلسلة معاه شكون اللي تعاركت معاه هاي لا ما تعاركت مع حد حد لا 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 شكون اللي تعبك هاي مش نقول لك شكون اللي تعبك مش في التعب مش في الحق مش في التعب لا لا مش نقول لك شنو نقول لك لا انا ما عنديش واضح ايه معناتها جومي لي بوان سور ليزي من نهار الاولاني من الاجتماع انا ثلاثه بنات ما نعرفهمش قبل معناتها في الدنيا ما نعرفهمش تعرفت عليهم في وقت اي لو كورون تعدى في ساعه في ساعه بالكدا نلقاو روحنا فاهمين بالكدا نلقاو اونتونت كبيره لقينا بعضنا دونك ما لقيناش مشكل من بعد حتى في الديريكسيون انتم ثلاثه بركه هما لا لا لا, لا, لا فيه ثلاثه بنات وفيه بطولات اخرين اللي هما ادوار كبيره تسمح لي مش تاكسين انا تعطيهم لك اعطيني الاسماء سلاح مصدق شاكر رماح حمود بن حسين محمد علي دمق هادي الميجي علي الخميري سيد علي الخميري فهمني هذوما الادوار الكبيره وفما لي جيست اللي هما ممثلين كبار معز القديري جمال المداني فتحي المسلماني جمال المداني صاحبي وصديقي في وقت اموره بريك في وقت اموره بالضبط جمال المداني هما الممثلين كل راهو معناتها احنا كان فما اتفاق حتى مع الانتاج انه نتعاملوا مع ممثلين بالحق مع ممثلين بروفيسيونيل مع بروفيسيونيل خاطر توا مخلطه الدنيا شويه انه انا ما نجمش شنو مخلط؟ مخلطه مخلطه معناتها مخلطه هو من غير ما نزيد لا لا ذاك اللي يجيبوا فيهم الكباريات ما نقولش هاسيلو معناتها ماهيش حك راسك معناها فما يا اخي فما كلام صحيح يا اخي عنا راهم كانوا بائعات هواء كيفاش يقولوا فيها اوكي اتم معنى الكلمه راه ولا دي ستار في تونس خويا التاريخ ما يرحمش شو ما نحبش نوصل ما نحبش نوصل لا ربي يعين نعرف تحب نسميهم انا لا 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 ربي يعين الناس شويه لحظه لا وخاصه يجيبونا فيهم من برا واحد وكل شيء وكل ما ما شكون من البار برشا يا ولدي برشا 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 لا لا هو لا يا ولدي انا نعرف انا نعرف زاد اللي ما تعرفوش انت انا نعرف هاي نقول لك انا نعرف اللي ما تعرفوش انت لا لا اما فما اللي ماهمش من الميدان سي فري معناتها معناتها هي مش ولا ما عندهمش خدمه ولا حاجه اما راه رد بالك حتى في اوروبا اتونسيون حتى في اوروبا راه مخرج تلفزي ينجم يكون قاعد في قهوه هذه صارت مع ايزابيل اجاني قاعده في قهوه المخرج اللي اختارها في قهوه شاف البروفيل نتاعها اقترح عليها ولات نجمه في فرنسا يعني هذا موجود امش 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 نبني على الاكزومبل نتاعك انت لو كان مشى قعد هو وحكى معاه فاميلا اندرسون لا لا لحظه لحظه كان لقاه فرغه راهو متعملش معناتها هذوما راهو بيلو فاس واضح نحب نرحب ايضا بالفنان المطرب معز عيادي معز العيادي اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا شكرا مرحبا بك اول مره في كابا فيم معز اول مره طبعا اول مره في الراديو يعني في الراديو بصفه عامه ولا عمرك حضرت الراديو اول مره اول مره ولي الشرف طبعا مع ناس يعني الناس ممتازين كيفكم شكرا لكم طبعا معز للناس اللي ما تعرفكش خليني اقول انت فنان
تغني عندك تقريبا 20 سنة. انت خو غازي العيادي الملحن والمطرب. وين سؤالي كيفاش مش خوك تو تشيش تقول لي مش خوك واش خوك غازي جابتكم نفس الأمة بشوي عبد الرزاق خلص بنفس الأمة نفس الأمة يلا يلا باي انا سؤالي ديما ليك معز اخي علاش غازي ما عاونكش؟ لا هو غازي مش ما عاونيش الحقيقة غازي ديما في جرتي انا اللي يعني سحب مواقف غريبة شوي اللي هي فاش تتمثل اللي, اللي هي يعني من قبل ديما متردد انا الحقيقة متردد في الفن بصفة عامة متردد في الانتشار يعني متردد صحيح في الفن نخدم فيه عمري كل اي ومعروف في المجال نتاعك معروف معزل عياتي وشوية حكم من الغربة يعني انا عديت 12 سنة في لندن في لندن ايه شوية زادة خلتني خلتك نحسك جابد روحك speak English very well اسمعني مع الاعلاميين مع التلفزات مع نحسك معز انا نتذكر مرة انا وغازي احكينا عليك وقلت له يا غازي كلم معز نحبك نحبه يحضر معاك ويحضر غناية ونجي وانفان جاء غازي وما جيتش انت وقعد يلوم فيا وقعد يلوم فيك وتغشش بكدي بكدي هو مش مرة واحدة مرتين وحتى مرة في قناة اخرى زادة عندي ما نغني لك حاب يكون معاه زادة وين علاش علاش التلفزه انا حبيت مش تلفزه ما حبيت حبيت نكون موجود بالبرودوي جديد الحقيقه بالانتاج حتى كان عندي انتاج قديم شويه يعني كان سنوات يعني بالانتاج الجديد هو اللي عزمت اني نكون انك تكون متواجد قبل شنو الاغاني ذكرني الاغاني اللي انتجتهم قبل ما خرجتهمش الاغاني ممكن قعدوا ورقدوا يعني حتى حتى فيهم اسماء ناس يعني في اوروبا معايا في لندن جديد نحكيوا على جديد نحكيوا على جديد جديد فما عمل فما عده اعمال طبعا عندي اربع اعمال شارو عندي مع غازي زاد يا بيك لحالك غازي والله غازي غزغوزي غزغوزي لحلح بيك باش تغني وباش يهزك للتلفزه وباش يكلم وانت بخير يلا فما شويه بخل فما شويه بخل قول لي غازي انا نعرف غازي ما يجملش راه ما يجملش يقول لي راه معز يغني يعني يغني ماهوش هكاك وكان يعرفك ما تغنيش راه معز ما تعرف غازي صعيب ما يحبش معناتها ما يشجعش اللي ما يغنيش غازي ما يقبلش فلوس ومن فنانات ولا من مطربين يجيو يقولوا له لحن لنا وما يلحنش راه تعرف اللي فيه ولا ما فيش كلام احكينا على جديد معز العام الجديد هو الحان الياس بن احمد يعني تاع سوسه الياس ما شاء الله عليه يعني فنان رائع وكلمات رضا الشعير واللي هو صاحبي واخويا يعني عندنا علاقه كبيره وهو من الناس اللي شجعوا فيا رضا الشعير وديجا معايا في المجموعه نتاع نهار كامل اللي دزوا فيا تو باش نكون موجود يعني في الاستحاء وعندي برشا اعمال مع رضا يعني هو هذوما جاهزين معز ولا جاهزين ولا دخلوا للاستوديو معناتها زوز اعمال دخلوا الاستوديو واحد حاضر تو شنو جبت لنا انت شنو الاغنيه جبت لكم للخميس عليك الحان الياس بن احمد وكلمات رضا الشعير وتوزيع مختار الكبسي واضح باهي خلينا باش نسمعوها للخميس عليك انا خلي لي اول مره نحبوا نسمعوك في حاجه لايك. انت تحبها وتغنيها معز دندنها وحدك زمنا. دندنها وحدك يلا اعطيني شويه تصفيق خلي معز يسخن لنا شويه يلا معز العيد يلا شويه ارتجال هك يا ليل يا ليل يا عين الله شوي هك امشي لا تسقني بالحياة بذلة الله بل فاسقني بالعز كاس الحنظلي لا 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 تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كاس الحنظلي الله 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 ماء الحياة بذلة كجهنم ماء الحياة بذلة
كجهنمي وجهنم بالعز أطيب منزلي. الله غازي يرد بالك يا غازي. مش قول تغني خير من غازي. انا مش قولها له انت تغني خير من غازي. لا لا خالي يتغش غازي. لا 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 غازي هذا مش من الناس اللي غنيه وجست وصحيح وما ينشز. نستفز نستفز في صاحبي غازي. غازي طيارة في الغناء رد بالك. انا تلميذ أما غازي. اما 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 برافو معز. لا لا حتى انت تبارك الله عليك. فما شوية من غازي وشوية من مطرب اخر. استنى فما شوية صوت غازي معناتها ميلانج. فما ميلانج بينك وبين بين بينك وبين نور مهنا. عنده روح شوية نور وغازي. عرفت تصور نور نور وغازي هكا ما نعرفش ما نعرفش. طبعا شرف لي يعني زوز فنانين كبار. هما زوز فنانين كبار. غازي يعني في صراحة باش نطلب منك طلب نتاو معز. حبيت زماني شوية من حبيت زماني بتاع غازي أوماج الغازي العيادي اللي أثر الأغنية التونسية بعديد الألحان والأغنية العربية لحن برشا فلنين لحن النانسي. يلا حبيت زماني بصوتك انت. حبيت زماني لما رأيتك وانا كنت مالي لما غويتك. حبيت زماني لما رأيتك وانا كنت مالي لما غويتك. ضاع الكلام مني وانت بعيد عني. ضاع الكلام مني وانت بعيد عني. نور علي شمعي لما غويتك. هيا تصفيفة الكل عاد. اعطيوني هيا اعطيوني اقوى تصفيفة بيه. شكون يعرف الزف؟ اما والله لا نعرف الزف. علموني يا مرحبا كيفاش؟ لا ما عرفتش. شكون يعرف؟ سيف 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 يا خويا الممثلين طايت لهم هكاك كيور باليك. لا لا نغني لهم اي بالخنس نغني لهم. لا 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 نغني لهم. لا 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 نغني لهم. نغني نوقفهم بالغناء. لا لا نغني لهم انا قطه انا قو صرفه قطه صرفه. يلا سيف نرجع لك سيف قبل ما نمشي للاخبار. مازالوا سبع دقائق ونمشي للاخبار وبعد نرجع نحكيو. سيف لافاج شنو الردود اللي جاتك عليها؟ ردود الافعال بنسبه كبيره وكبيره جدا ايجابيه برشا لانه العمل رغم اللي نسبه المشاهده مقارنه بالاعمال الاخرى السيتكومات الاخرى متوسط خلينا نقولوا وهذا عنده اسبابه كانت حتى على خاطر التلفزه التونسي ما تشافش برشا عام كامل. التلفزه الوطنيه ما تشافش برشا عام كامل خاطر القنوات الاخرى عندها الببليك نتاعها ديجا انستالي قاعد في دال معناتها العام وطوله ينجو في اعمال اللي الناس تتفرج فيها. تقول انت تقول انت السبب هو انك كي ما تخدمش فيك العام نتاعك هذاك ماكش في رمضان بالسقايلوجي. التاسعه السلوكا التاسعه ما كانوش يتفرجوا فيها ما في رمضان. لا 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 التاسعه رجعت بجديد تفرجوا فيها بيميسيون واحده. بيميسيون واحده تعمل في نسبه مشاهده اعلى نسبه مشاهده في البلاد. بيميسيون واحده حاجه ورا العقل وهذا راهو السبب فيه معناتها حلنا مش حلوا باب كبير هو نتاع التلفزه الوطنيه اللي فتزوا فهم الامكانيه انه تعمل اعمال كبرى بالامكانيات البشريه اللي موجوده فيها بالامكانيات 1300 يخدموا فيها لا اقل من 1300 ذاك 1210 بالاستديوهات الموجودين بالامكانيات. الاشكال اللي فما اشكال هيكلي وتنظيمي وقانوني واشكال تاع اراده. ما باش نعطيك اكزومبل خلي على الاقل الناس كل تسمع توا احنا هنا في رمضان اليوم 9 رمضان اليوم تزد الوطنيه رئيس مدير عام بالنيابه ما فماش مدير قناة. مش هذه المشكلة. لا 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 على المستوى الهيكلي. مدير إدارات تمشي بالمدير الهيكلي. لا 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 لا. خان كمل خان كمل. هذه لبنان. خان كمل خان كمل. نسمع فيها سيف. ما فماش استمرارية. ما حكومات تمشي بلاش رئيس حكومة تقول لي تلفزة فيها مدير. لا لا هو عبد الجليل على ايش اقول لك؟ شو انا؟ ما فماش استمرارية. شو انا خادم في التلفزة معاكم راني. انتم كبيتوا بكري تحكي انت وهيثم شكرتوا سي العربي نصر. لأنه كان فما إنسان.
عنده استراتيجية. عنده استراتيجية كاملة يحكم يعرف روحش باش يعمل قبل بعام وقبل بعامين واستراتيجية هذا مش كاملة. متوفر في التلفزة مش متوفر انا تاو نقول لك حاجة هل انه تاو فما بالنيابة شنو مش متفهم هذا مش استراتيجية اللي يجي فسخ عبد الرزاق الطبيب ماهوش ولد مهنة ولد مهنة ليه 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 وقبل اخي كان العربي نصر هو اللي يخدمه مش العربي نصر كان يخدم العربي نصر وفر لنا مناخ يهديك نتاع راحة يهديك لا لا هذاك اللي دفعنا للعمل انتم يا اخويا عبد الرزاق لا لا ما لا لا ما غلط غلط نحكي لك على استراتيجية مش نحكي لك على مناخ عمل نحكي لك على شنو باش تعمل اليوم هاو سبتمبر مازال شهرين ونص حتى حد ما يعرف لا جريم تاع سبتمبر تاع الوطنيه الاولى وفما تلفزه محضره جريت طبعا ثم سامي الفهري لا مش محضر مش صحيح سامي حاضر مش صحيح حوار التونسي مش صحيح حوار التونسي ما محضر حتى شيء حاضرين 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 سي بافري حاضرين سي بافري نسمع نسمع واضحه نسمع حاضر هذا كل اصحابي شوف كل اصحابي ونخدم معاه ونعرف حتى 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 التلفزه نسمع حاضره ما تعرفش شكون نسمع لايك نقول لك حاجه مع سامي الفهري ما تعرفش شكون المنشطين اللي باش يرجعوا باش يرجعوا شكون باش ياخذ جوائز نقول لك دائما الجري تنطلق في سبتمبر خويا في سبتمبر يبدا الاعداد بتاع البرامج لا اتونسيون كيما حنا بعض زيد صحيح يا لا صحيح صحيح نحكيو على تلفزيون كيفاش انا نديرو نحكي معاه باش ما نديش اخي انت شفت الحوار اكثر مني نسمعوا بعض ولا حنا بعض اكثر مني احنا نتناقشوا مش نتعارك انت خاطك نحكي نشوف وجهه نظر نتاعو زوز مع بعضنا انت تحكي على حاجه انت من البر لا انا في وسط لا انا في وسط اكثر منك برشا كان نعرفها اكثر منك بياسر ونعرف شنو فهم واش ما فهمش هات تعطيني الحق الاشكال اللي في التلفزه التونسيه اشكال هيكلي وتنظيمي واشكال نتاع اراده هل أنه نحب تلفزة وطنية كمرفق عام أنها تقوم بإنتاجات محترمة وتشد المشي وإلا ما نحبوش السؤال هذا هل أنه التلفزة الوطنية مش تعمل في أعمال محترمة أكثر أقول لك حاجة على مسؤوليتي التلفزة الوطنية هي الوحيدة التلفزة اللي تعمل في أعمال محترمة أنا معك أنا معك معك لا لا وأنتم ما كنتش مطالبين شوف ما كنتش مطالبين كتلفزة وطنية باش تونس كامل لا يجي نقول لك حاجة أنا ما جيتش هنا باش نعملوا هكا معناتها دي تيكو تاك جيت هنا باش نحكي على سيت كوم لافاج حليت أنت بارونتيز هاني باش جاوبتك عليه ثم إشكال القوانين في التلفزة التونسية اليوم ما تسمحش أنه التلفزة تعمل إنتاجات كبيرة تنافس بها الحاجات اللي موجودين رغم اللي فيها من الصحفيين ومن المخرجين ومن التقنيين لا مش ماده الخام حتى الخام موجود الخام الخام موجود شنو هو باش تعمل الخام فما عدم وضوح رؤيه أكاوي. حتى حد ما يعرف شنو باش تعمل مدير يجي ما يعرفش باش يقعد تحكي لي عبد الرزاق صديقي لا. العزيز مش عطاني مش عطاني عطاني هذه الساعه مش هذه مش معطى لا لا مش معطى عملت يعني كلفوك كلفوك وفروا لك وفروا لك الامكانيات المعقوله صحيح صحيح وذاك علاش تعمل وذاك ومشكورين 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 هذاك علاش تعمل سيت كوم في مستوى تقني وفني محترم ومحترم جدا على مستوى عالي لكن في مش نقول لك انا لكن ماهوش نتاع مثلا انا يحز في نفسي انه يعمل نسبه مشاهده 10 كيف اجي نقول لك حاجه الوطنيه مش مشكلتك انت ونرجع لك على نسب المشاهده لكن بعد شوي نمشي انفوا نمشي نفوق نرجع لكم. الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة أنتم مع الراديو الأقرب والأمتع والأجمل معايا سيف الدين الظريف مخرج لافاج معز العيادي بطبيعة مطرب وفنان. نرجع معك سيف. لافاج يعني بخلاف أنه مخرج أنا صاحب الفكرة الأصلية. والسيناريو الاصلي اللي من بعد صارت فيه تغييرات هو فكرة على مبنية على المرأة العاملة. المرأة صاحبة الشهادة اللي خدمت وقرأت ثلاثة بنات عندهم شهادة جامعية قرأوا نجحوا في قرايتهم قدموا مشاريع معناتها للدولة باش تعاونهم باش تقف معاهم بقى الدولة ما كانش فما إمكانية أنه تحلوا مشاريع متاعهم عطتهم لافاجوتو هي فيك ساعة ثلاثة بنات زدموا على لافاجوتو حلوه رغم اللي ما عندهم حتى خبره ومن غادي تبدا الحكايات اليوم في تونس عندنا تقريبا مليون سياره ولا اكثر من مليون سياره عائله على ثلاثه عندها سياره شكون ما يمشيش لافاج وتو وكي نحلوا كرهبه التونسي عبد الرزاق كي نحلوا كرهبتك انت شنو باش نعجب العجب العجاب نلقاوه عجب ومن غادي تبدا الحكايات الطريفه والضامره مع حلوه الفكره زاد حلوه فوالا معناتها شنو نجموا نلقاو في كرهبه التونسي مع ثلاثه بنات اللي ما عندهم حتى علاقه بلافاج وتو ولي جيست اللي يجيو في ديكور لافاج اوتو سالم الشفي و
والفريق اللي معه عملنا ديكور حلو برشا لافاجوتو انثوي برشا في برشا الوان الاحمر والاصفر والمتارد والبرشا زين برشا شبوبيه هذاك الوش اللي ماجح حلوه اللي ماجح حلوه مدير التصوير ربيع المسعودي يعطي الصحه لاولاد ديكادرور بونسون شركة الإنتاج وفرت لي تقريبا قال لي عندي صديق من الأصدقاء قال لي شخليت فيه البلاد عندي من أحسن فريق من أحسن فرق الإنتاج تلقاه في الأوديوفيزيوال فريق معناتها تقريبا كله سينما معز الشيخ في المونتاج كيف كيف ولاد المونتاج معز الشيخ في اللي هو ميخو بري في كان اللي هو الانجينيور دو سون الفريق متاع الإخراج اللي معايا مروة سونيا الفريق كامل جودة دونك في الإيماج في الصون لقينا معناتها بارك الله من احسن ما فهم مع ممثلين في كما قلت لك بكري معناتها كان التعامل مع ممثلين بالحق ومع جات سامي عمامي سيناريست اللي عاودت كتبت ملول جديد وعطات رونق بلوره الفكره بلوره الفكره بالكدا ولا معناتها فاف معناتها ولا سيت كوم اللي خليني نقول معناها بكل التواضع اللي في الدنيا على الاقل في رايي هذا من احسن ما فما سناب سيت كومات في المستوى الفني في المستوى التقني وفي مستوى الخطاب ايضا اللي ما كانش متتالي معناها سيسا دونك الحاجه الباهيه كي تتفرج في لافاج الكاليتي ديماج تفتح حلوه الديكور شباب معناتها التصوير تشيخ كي تحط تتفرج اما كي تقعد مش يشدكش باش نبداو واضحين تحب ولا تكره من الناحيه ما يشدكش نعطيك انا قداش من مره حاولت باش نتفرج فما حاجه شو راهو سيرتو التلفزه الوطنيه راهي ديستيني انا ولد ريفران التلفزه الوطنيه ديستيني لتونس الكل فما لونجاج فما فوكاب ما يمشيش في قفصه وفي القصرين وفي فما طريقه نتاع تصنع هذه قلت لك تكنيكمون اخراج وكل شيء سي من احسن ما تنجم تتفرج يعني المشكل في التمثيل والحوار تمثيل لا حتى تمثيل حوار يمكن سا سي اروفوار كان فما لافاج 2 سا سي اروفوار فما لافاج 2 مي سا سي اروفوار يمكن فما منه الشيء هذا خاطر لعدة اسباب ما نحبش ندخل في تفاصيل انه اصدم علينا رمضان وقعدنا وفيرا ميزور معناتها فما برشا اعادات تاع كتيبه فما حاجه ما كانتش واضحه صحيح انا نعرفك ذامر في الدنيا لا صحيح كلامك صحيح انا شتي رجوار راني على صحيح وانا راني ما نحب النوع نتاع الكلام هذا والنقد هذا هو اللي خلينا نقدموه اللي خلينا وناكد لك اللي تقريبا انا والانتاج كل والفريق اللي عندنا وعي كبير بالكلام اللي تقول فيه انت والنجم وراه موجود هذا في بعض الحلقات صحيح باش نحاصل معاك اغلبيه الحلقات فما ضمار فما النكته ناقص الضمار يمكن تقدير ناقص الضمار ضمار الديكاليلي ماهوش كيما الضمار اللي موجود الضمار اللي ما يشبهش الضمار الاخر معناتها احنا زاده كان فما خيار ما نجموش يا اما تمشي في دنيا اخرى يا تمشي لا ما نحكيش على دنيا اخرى لا يحكي على نوعيه الضمار نوعيه الضمار ضمار دنيا اخرى هو سكتش هو شويه فدلكه شويه تهريج شويه بلاده شويه فازين برشا تهريج اللي يحبوهم التوانسه اللي يحبوه التوانسه لا التوانسه ما يحبوش تهريج لا 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 في دنيا اخرى الجزء الثالث برشا تهريج فما برشا تهريج معناتها المبني الضمار المبني على سكتش تلفزي علاش نحكي لك انا الضمار خليني نقول الضمار المبني على سكتشات التلفزيه اللي راهو فيها في التلفزيون الضمار اللي خلى انتم مشيتوا لضمار اخر فما نوع في نوعيه اخرى ربما ارخى شويه تنجم يكون صحيح معك كنا نجموا نعملوا بين بيت كنت تنجم تعمل بين بيت ما هي اختيارات بصراحه انا ما نفهم حاجات مش ضمار كلام الليل ضمار اللي نحكي عليه هنا مش قول لك ضمار كلام الليل تعرفه انت كلام الليل يعني ضمار كلام الليل مش الجمهور الكل بس سا انت لو برشا اما نحكي لك الضمار اللي هو اللي يحبه التونسي ضمار اسبوعي مثلا اللي التو مازال في الوطنيه 2 ويعمل فيه في معناتها هذاك الضمار اللي يحبه التونسي راه حاجه اسبوعي فلت راه سفيان لا مش كان سفيان نحكي على السيت كوم الكل فلتة في السيت كومات الكل معناتها ما نحبش نحكي على خاطر انا صحابي الاغلبيه اللي ما نبغيش بدون ذكر اسماء ذكر اسماء ايش نقول لك حاجه على الاقل انا ضحكني لافاش ونحب سيتي العزيزه خاطر في مستوى راقي في ممثلين كذا جنون القايله ستيل واحد اخر خدمة علامة احلاها ماناش في الكوميدي اما خدمة ماناش في الكوميك مي خدمة محترمة جدا هذوما ثلاثة سيت كومات اللي على الاقل انا نسمح لصغاري باش يتفرجوا فيهم
واضح ونسمح لعائلتي باش يتفرجوا فيها. واضح واضح وسيرار تو باش العائله الشوكولاته تفرج في الصوبه بعد. والله ما نسيتش انا حكيت لك حكايه تو بكري في الصباح فما فازيت وقت العشاء واحد يفطر وقت قال الفطر راه تصاور تمنوني نعملك ونحي عليا مان 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 نحي ما نجمش ناكل امان امان والله قلتها بكل لطف امان راعي عبد الرزاق والله يقولها بكل لطف والله شنية الفازة ذيك كي تقصها وتنحيها شو باش يمس من 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 السيتكوم ولا من السلسله هذيك والله ما يصير شيء ساعات راه حشو يقول يا ربي تعالي تنحي كي حشو البريك قايدو على البريك مو حشو البريك ما تفهم فيه شيء راه هذايا موجود موجود منا ومنا زاد عبد الرزاق هذايا موجود منا ومنا البارح معناتها نسمع في اذاعات اخرى فما ممثل معناتها يحكي له في لافاش قال مزروب عاد دخلت للسيت كوم اللي يخدم فيه عاد نلقى السيت كوم في الحلقة الثامنة بتاع رمضان المدة 22 دقيقة ممكن انت تعرف حسب رأيك قداش من سيكونس نجمو نلقاو في 22 دقيقة اعطي مانيش مخرج قد ايه مثلا نجمش مانيش مخرج قال حلقة لافاج في الحلقة الثامنة فما 25 سيكونس ايه 6 سيكونسات السيكونس فيها تدوم 4 دقائق يا ابو قلب سي لوم معناها راهو تقلق راهو تقلق يا صاحبي عليه معناتها 6 سيكونسات 22 دقيقة معناها مستوى على الأقل تقني وفني واستيتيقي متدني جدا باش ما نقولش حاجة أخرى مالوريزمون معناتها موجود هذا وهذا خلينا نسأل معز فاش تفرجت معز أنت فاش تفرجت أنا مانيش ياسر مغروم في رمضان بالفعل مانيش مغروم بالتلفزة شوية قريب دنيا أخرى شوية تشورب شوي لانه المخرج قريب شوية يعني. هذا الاسباب اكي هو ما تفرجش في مش حاجه ما تفرجش رجل بدينا ليه معز ما رجل بدينا شويه ليه ريخ شويه فن شويه هذه غطسين يعني في الانتاجات جديده وفي استديو انا سي رفيق الراشد زاده توفيق انا وياه في الاردن نحوسوا مع صابر الربيعي 2004 ونغنيوا في جرش محلاها الدنيا في الوقت هذاك يا خويا بين 2004 و2018 تبدلت الدنيا كامل مستدعاك رفيق والله يلا عندنا الرونديفو ها مازال ما جاش الرونديفو مازال الرونديفو ما فماش لا مهرجانات لا سي فما اليوم برشا عروض جوست باش كنا باش ناخذوا تليفون منا جوست باش نقول لك قلت لكم شوف شوف خذوا كلاب قلت لكم سايب عليكم التليفون لا 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 باش نقولوا جوست تفاعلا مع الحاله الاجتماعيه اللي تحدثت معنا اليوم روضه فما مواطنه تونسيه تفاعلت معنا و باش تاخذها معايا في التليفون دونك عسلامة محلاها عسلامة عسلامة قول لك عبد الرزاق اسمع فيا عسلامة مدام اهلا وسهلا بك مدام روضة لا مش روضة مش هذه المواطنة اللي ما تحبش تقول على اسمها ما تقولش على اسمها الو دونك التليفون قص يا ودي مدام قلت انا التليفون ما يتعداش بالذي لا لا هو ما مش يتعدى دونك جوست تفاعل مع لا لا المواطنه هذه تفاعلت معنا وتكفلت ان هي باش تقضي قضيه كبيره لمدام روضه لرمضان الكل ان شاء الله يا هي طفله جون وتخدم وهذه هي معنى محليها بالحق محليها كل واحد يعاون باللي يقدر فما اللي يعاون بالفلوس فما اللي يعاون بالقضيه دونك نشكروها برشا نهارت معناها غدوه نحن نتصلوا بها نشوفوا كل شيء ونهار الاثنين تكون بحثين مدام روضه وتسال في انتظار انه يجيونا التفاعلات اخرى على 72 279 108 80 سينو تحب نمشيو من بعد شويه نحب عبد الحليم اللي حاب نمشي رونديفو مش انت انا نحب عبد الحليم اللي حاب نمشي رونديفو نحب عبد الرزاق كامل رونديفو بيان سور اعطيني رونديفو يلا اليوم في القبة المنزه العشرة متاع الليل باش تسهروا مع العرض المفضل عندي هنا عرض الزيارة لسامي اللجمي طلعش تخدم مع سامي لا لا حضرت برشا 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 لا لا عرض ممتاز جدا 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 وهذا اللي اثبته بنجاحه توا سنين خمسة سنين والعرض ناجح وديما فما نسبة اقبال كبيرة دونك العشيق زيارة اليوم عنده موعد في قبة المنزه العشرة متاع الليل وعلى يديك ديما هك ما فهمتش
صورها صورها وعدي. سنة العشرة متاع الليل في المركب الثقافي المنزه السيدس باش تسهروا مع المسرحية الحدث اللي حكيوا عليها برشا ميغالو سيغسين وهي عودة وسيم الحريسي الممثل إن شاء الله اليوم إن شاء الله يا ربي نذكروا أنه وسيم قال الفشل اعترف ونحن نحييه على الشيء هذا خطر قليل إيه اسمعني اسمعني مش تعترف كان اعتراف مش نغمه به المشاهد شيء ما نعمل أنا في تقديري وسيم اسمه هو ميغالو وسيم يلزم يقلد ويقعد غادي تمثيل سيب عليه مش نبدو واضحين شوف تعمل دور تعرف في مصر تعمل دور كما ذيك كارثي تعرف شو يصير ما عادش تخرج للتلفزة ما عادش تخرج للتلفزة حتى في أوروبا ما عادش ما نكونوش قاسين عليه بل احنا عنا لا أنا قلت لك استناني هاوش قلت لك هو جو وسكيتشيتو وتقليده محليه ميغالو غادي لا هيثم سامحني لو عنا ممثلين في تونس دور مركب على درجة كبيرة وراح يجي نقول لك حاجة أنا بالأساس أنا بالأساس أنا بالأساس أنا بالأساس لا نحن مش نحكيه خينا صح خاطر هنا مسيك متاعي أنا بالأساس ممثل أنا عامل أكثر من 30 فيلم في أفلام أجنبية ونعرف ممثلين تونسي كل الممثلين اللي عنا اللي متكونين بالكداء واللي حتى اللي يمارسوا راهو كي يخرجوا بمسرحيات في تونس ولا يتعاملوا مع أجانب كي يجيوا يصوروا هنا راهم على درجة عليا من الحرفية والأداء المحترم جدا ممثلين راهم من أفضل ما فما في العالم العربي وفي إفريقيا وراهم بشوي عالي جدا دور ميغالو مركب ولا لا ما هوش دور أصلا صحيح هو دور أبقى الموجود هو دور مركب خويا من أصعب الأدوار عبد الرزاق الشابي ما عمره ما مثل تحطه في دور من نوع ذاك شبيه من أصعب الأدوار صحيح ودي صحيح لكن ما نكونوش صعاب على ميغالو تفل هاو تاع شنو تاع تقليد يقلد عبد الرزاق الشيبي يا ماما يا ماما يقلد مختار تليل لا عدو زمار عدو زمار اي في تقليده زمارو في التقليد علاش نخرج على التقليد امان علاش نمشي ناخذ دور مركب بطولي راه ودي راه كانك عيطت لي هنا وحطيتني في دنيا اخرى اسمع مش تكسر كرايم نقراو الفات على المسرح يا عاد ربي يوفقه بالكش اليوم هما وعد ميغالو نوفل ورتيني زيد قال اللي هو المونتاج وما برشا ضحك بتيتر في المسرحين خليوا الناس نوفل المونتاج نوفل يعمل الزمار سي سا دونك خلينا نحن هذايا معناها ديما الاختيار الغالط خليني نقول هذايا تعطيها الكريم مثلا يبدع فيها مثلا بسام الحمراوي صرتو بسام بسام اقوى واحد يا خويا اقوى واحد بسام اقوى واحد يا بسام برافو 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 بلا حتى حية كبيرة لبسام الحمراوي قديش يضحكني وقديش معاه لا والله ايوه بسام استنى والله بسام خاصة متواضع تطلعش تحبه مش عارف تطلعش تحبه والله ليه اصحاب نرمال بسام يجي بحذينا من استدعاوة ويجي معنا في كابا فيم نتمنى له التوفيق خاطر ممثل بالحق كوميدي ياسر 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 يجي ياسر بلغتنا الدنيا ذي واضحة ومتكون بالبيت متكون بصحيح بالبيت متكون بصحيح ماهوش الدنيا ذي اعرف مكانك هكا هو تو تنجح اعرف حطه اما باش ما في المكان في المكان اللي انت نتاعك هكا هو باش ما تنجح باش ما نظلموش زيد ميغالو اللي هو اليوم وعد انه باش يكونوا ساعتين ضحك ان شاء الله بيسكو فما عبيد كتبوا له دي جون ومعاهم مخرج وكل شيء نتصور ينجم نخليه اليوم الجمهور هو اللي باش يحكم اول مره باش يشوف العرض وعنده خاطر هو خاف من دوره هذاك اللي ياثر على اقبال الجماهير ليه والكل دونك ليه معناها نجم يكون لا علاقه بالدور هذاك دنيا اخرى هذاك على على روحه هذه مسرحيه فما ناس كاتبه ونجم خلينا نكتشفوا سينو في المسرح البلدي زميله كريم الغربي مسرحية ماهوش فرد نهار يوم العشرة متاع الليل استنى فرد نهار في المسرح البلدي والاخر وين في مراكب ثقافي منزه السيدس ما نورمالمون هذا ديفو نتاع بروغراماسيون نورمالمون ما يعملوش زوج ما يعملوش زوج فرد نهار تحب ولا تحب ليه وزوج فرد فرد برنامج وفرد قناة وفرد اي ما كل واحد عنده ما فهمتيش معناتها كي تحط كريم وتحط ميغالو بعد الدور اللي ما عجبش العباد معناتها الجمهور مش ما كريم عنده عام ولا مش انا تمنيت لو كريم غير الدات مثلا يتعاطف مع صديقه ويغير الدات مثلا فهمت اما فردات مش وعلاش يحرموا المتفرج معناه هما الزوز نتصور باش ينجحوا باش يعملوا حاجه باهي نورمال بو مثلا يخليه قريب في نهار لا مش جبل لا انا صاحبي ميغالو راه مش بدا واضحين وسيم صاحبي صاحبي زاد صاحبك اي صاحبي اي وسيم صاحبي والجمعيه وكل شيء دوك معناها معاه وحتى شيء دوري ماشي اليوم للمراكب الثقافي بيان سور باش نمشي هاي نمشي معاه والله اللي يمشي هاي هذا ديما باش يحضر العروض الكل ولا حضر حتى ديما في اطار مهرجان مجينا اليوم
اليوم الثاني على التوالي لعرض الحظرة الثلاثة للفاضل الجزيري في مدينة ثقافة في قاعة لوبيغا في مهرجان المدينة صفاقس. نقاو عرض نادي الأصيل للموسيقى العربية. كملت؟ كملت. برافو. يلا نختم مع سيف الخليل وكلمة الختام ونخلي المعز كلمة الختام. كلمة الختام ماذا بين حاجتين. الحاجة الأولى أنا مخرج في التلفزة التونسية من أبناء التلفزة التونسية والتلفزة الوطنية كما أنجبت مخرجين قبل راهي فيها ما يكفي من المخرجين الشباب اللي قادرين يعملوا عديد الأعمال الناجحة وجوست تعطيهم الفرصة. النقطة الثانية اللي تفرجوا في لافاج سبعة وسبعة كل يوم بعد شغال فترة. اليوم حلقة مع أحمد أمين بن سعد الممثل وغدوة حلقة سبيسيال عيد الأمهات باش تكون سبيسيال مكتوبة خصيصا لعيد الأمهات غدوة في الليل نهار السبت. هذه باش تفرج فيها أنا. يلا معز كلمة ختام. شكرا على الاستضافة طبعا الكابا فين. شكرا لك. مرحبا بك. وعندي شكر خاص طبعا للملحن اللي خدمت معاه سي الياس بن احمد وللشاعر رضا شعير وطبعا المانجر رفيق الراجحي وان شاء الله نقول لكم استناوا برشا جديد جاي ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ليك معز سيف ايضا. يلا عبد الرزاق نحب عبير مازال عندنا شويه وقت جوست نعرفوا لي نهار الاحد هو عيد الامهات دونك تحيه للناس للامهات الكل نقولوا لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وبلاش بيكم رانا ما حد شيء معناها كل عام وانتم حيين بخير. امهات تونس كل وراي تكذب تحبوها اكثر كل حاجه في بلاصتها. يلا نمشي وإلكتوري على راديو FM الأقرب والأمتع. كابا FM الكلمة ليك.